على ذكر المصطلحات اللي انا ما بفهمهاش، بس دي مصطلحات يعني مهنيه وتقنيه، مش مطالب ان انا افهمها قوي باعتبار ان انا مش مخرج ومش هبقى مخرج يعني. لكن ده الحقيقه، وعوض والله بيتكلم، جه في بالي حاجه تانية خالص بقى بعيده تماما عن ده. جه في بالي ايه؟ جه في بالي انه احنا في الغالب عملنا جريمة كبيرة جدا زيادة عن اللزوم في حق أولادنا، وبالمناسبة بعض أهلينا ارتكبوا جريمة في حقنا برضو، وده بيبقى عن دون قصد يعني، ده مش مقصود. إيه هي الجريمة؟ هي فكرة مش بقى ازدواجية ثقافية، تغييب ثقافتك. في الجيل بتاعنا كان في بعض الأصدقاء أو المعارف أو الزملاء وناس بتبقى مثلا في مدارس تانية ومش عارف إيه وحاجات زي كده، كنا نلاحظ إيه؟ نلاحظ، وده بعد كده حصل بقى في الأجيال بتاعت عيالنا دلوقتي، العيال اللي هم المراهقين اللطاف دول أو الولاد اللي في الجامعة، إحنا عندنا جزء من الجيل بتاعي، بس ده جزء قليل مش كبير، وجزء كبير من الجيل اللي موجود دلوقتي عنده أزمة ثقافية حقيقية. أزمة ثقافية حقيقية يعني إيه؟ يعني هو مش حاسس إنه جزء من ثقافة بلده أو وطنه. يعني أجيبها لك على بلاطة، العيال عندها حالة احتقار. احتقار لمين؟ احتقار لفكرة الثقافة المصرية والعربية. فهتلاقي العيال طول الوقت بقها ملوي، بيتكلموا كده، العيال عاملة كده على طول، كويس؟ العيال بتتعمد طول الوقت تتكلم بلغات غير العربية يكونوا بيتقنوها. يتكلموا بقى في تلات ارباع كلامه تلاقيه بيتكلم انجليزي، تلات ارباع كلامه بيتكلم فرنساوي، تلات ارباع كلامه بيتكلم الماني، حاجات من النوع ده يعني. ده شق. الشق التاني انه طول الوقت شايف انه الثقافات، مش سيبك بقى من الدول وتقدمها الصناعي او الاقتصادي او السياسي، هو عنده مشكلة انه شايف ان الثقافات بتاعة الدول بتاعة اوروبا وامريكا الشمالية بالتحديد، امريكا وكندا يعني، وطبعا هنا احنا هنستغنى عن المكسيك في الحتة دي لانهم شايفين المكسيك شبهنا يعني. المهم استراليا نيوزيلندا الناس البيض دول اللي وشهم تلاقيه دايما محمر كده، هو شايف انه ثقافتهم هي ثقافة اهم واعلى وارقى من الثقافة المصرية والعربية، وشايف انه لما بنتكلم لغات تانية فده لانه احنا يعني احنا مش زي بقية الناس، احنا اعلى. وهتيجي تقولي ممكن ده يكون موجود عند العيال اللي دخلوا المدارس الدولية الجديدة وبيخشوا جامعات اجنبية وبيسافروا بره بتاع، اقولك لا، ده بدأ يوصل ده جوه الثقافات اللي مفترض انها الثقافة الشعبية المصرية الأصيلة. وده بالمناسبة شيء عظيم انه حد يتمسك بثقافته الشعبية وبمنطوقه الشعبي وبمصطلحاته. فهتلاقي انه كتير بقى من اهالينا اللي في المناطق الشعبية بتاع اصبح كمان ولادهم قدر الامكان، ما خد بالك بقى قدر الامكان بيعمل ايه، يحط كلمة ولا كلمتين انجليزي في وسط الكلام. ليه؟ عشان يحسسك ان هو زيه زي العيال التانيين ولاد الزواد دول، لان هو كمان لا مقتنع ولا محب ولا مقدر لثقافته المصرية الشعبية. دي الجريمة اللي حصلت في مصر من السبعينيات لحد دلوقتي، ده دي جريمة وجريمة كبيرة، لانه ده مش حاصل في اي حتة في العالم. العالم كله هتلاقي الشعوب والأجيال المتعاقبة عندها تمسك حقيقي بثقافتهم الوطنية. فلازم تشوف ان العيال الألمان عندهم تمسك، العيال الأمريكان، العيال الإنجليزي، العيال الفرنساويين، العيال النمساويين، البلجيك، إلخ الروس، الكل عنده تمسك حقيقي بثقافته وبلغته وبأدبه وبشعبياته لو صح التعبير. احنا لا. وعلى ما يبدو انه في الفترة بتاعت سبعينات وتمانينات وتسعينات ويمكن أول عشر سنين من الألفينات، المناهج الدراسية بالمناسبة اللي في المدارس ساعدت على ده، مع أنه المفروض يبقى العكس. ساعدت إزاي؟ هي ما شجعتش الولاد دول عن طريق الترغيب أنها تفهمه مدى أهمية وعمق ثقافته كمصري أولا يعني، وعربي بشكل أكثر عمومية. فالعيال عندها حالة احتقار كده، وبيحسوا ان هم لما يعملوا حاجة بتاعة الأجانب هو كده أعلى، هو كده طبقة أفضل، عشان كده بقولك دي عدوى انتقلت. وتلاقي انه اتجاهات الدولة
الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية بتاعت الدولة شجعت على ده أكتر. شجعت على ده إزاي؟ لما بدأت تظهر ثقافة اسمها ثقافة الكومباوند، إنه يبقى في مكان ما محاط بسور عالي وكبير وحواليه دايما أمن وجواه أمن يحول دون الدخول والخروج، يعني محدش يقدر يعتب البوابة دي غير لما نعرف انت مين ويا ترى ساكن عندنا ولا مش ساكن عندنا، ولو مش ساكن عندنا انت داخل لمين. وبعدين بيقيمك كمان بقى ايه بعربيتك، يعني انت يا ترى بقى مثلا راكب عربية، طبعا ما كانش وقتها لسه الصيني بقى، كوري ولا ياباني ولا ألماني ولا راكب حتة انجليزي رفيعة المستوى. دي مصيبة. اللي بيقيمك هنا صديقنا اللي واقف على البوابة اللي هو زيه زينا، يعني طب انت بتقيمني على العربيه ليه؟ يعني ما احنا زي بعض يا زميلي، عارف انت البق ده؟ ماشي. الثقافه بتاعت الكومباوند دي عملت كارثه، لانه في الفتره بتاعت سبعينات تمانينات تسعينات والمطلع او العشر سنين الاولى من القرن الواحد وعشرين عندنا هنا في مصر حصل انسحاق طبقي، واعذرني على استخدام المصطلح اللي يبدو تقيل كده، انسحاق. في طبقات اتسفلتت بقت هي والاسفلت حته واحده كده، الداس عليهم الدولة ما شافتهمش همشتهم، عشان كده أصبحوا اسمهم المهمشين. وطلع مصطلح تاني يقولك مجتمعات العشوائيات، والعشوائيات دي بالمناسبة بدأت تظهر سنة 72 يعني بسبب الهجرات الداخلية، أهالينا اللي مش لاقيين لقمة عيش أو سبب للرزق فبياخد بعضه ويطلع على المدن الكبيرة، يطلع بقى على القاهرة، يطلع على اسكندرية، يطلع على بورسعيد وحاجات زي كده. طب هيسكن فين؟ ما هو على قده أوي 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 أوي، فبدأوا يشوفوا المناطق الفاضية ويعمل فيها عيشة صغيرة يقعد فيها علشان الصبح هيروح يجري على لقمة عيشه، فأصبح في عندك ثقافة تانية خالص. طيب الانسحاق الاجتماعي ده كان بيوازين الناحية التانية ناس بتعتقد في نفسها أرستقراطية مصرية جديدة، فإذا كانوا هم قريبين من الأسر الحاكمة يبقى هم جزء من الأرستقراطية الجديدة. طب لو مش قريبين بالسلطة وبالنفوس وهم قريبين بالفلوس الكتير جدا أوي خالص، يعني على رأي الأستاذ بهاء الله يرحمه انفتاح السداح مداح، وسمي سداح مداح في المصطلح بتاع الأستاذ بهاء لأنه كان بلا ضابط ولا رابط، وكانت الدولة مش شايفة هي بتعمل ايه، حالة من حالات العشوائية والجري ورا الاستهلاك، وبالتالي تصبح القيمة هنا اللي موجودة جوه المجتمع قيمة الفلوس، فاللي معاه فلوس كتير يدخل عياله مدرسة غالية جدا ومش مهم بعد كده اخلاقه وثقافته وتربيته وتركيبته. ده مش معناه انه الاغنياء ما عنده، في طبعا ناس زي الفل، احنا مش مختلفين، انا بكلمك على الانسحاقات الطبقية اللي حصلت والاحقاد الطبقية اللي ولدت بسبب ما اطلق عليه كومباوند، لانه اصبح لو انت مش ساكن في الكومباوند فاياي معقوله، لدرجه انه وصلنا لبعض الناس وانا بكلمك بجد، معقوله انتوا لسه ساكنين في الزمالك؟ الزمالك 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 دي اللي بيعدي فيها بيبقى حاسس انه يعني سافر بره. معقول لسه ساكنين في الزمالك؟ انتوا مش ساكنين عندنا في مش عارف ايه كومباوند مثلا، يعني يطلع بقى في الشيخ زايد 6 اكتوبر في التجمع الخامس زي ما يطلع. يعني ايه ناس تقرر انها تحوط نفسها باعتبارها الطبقة الناجية التي لا تريد ان تتعامل مع بقية الشعب؟ ايه ده؟ وبعد شوية يبقى لهم جوه مطاعمهم ومحلاتهم، او بيذهبوا للتسوق في اماكن معينة وبطريقة معينة، ياكلوا في اماكن معينة. وبالمناسبة مش بس فلوس، ده الاماكن دي بقى لو انت عاوز تروحها، لو هو يعني شافك كده لابس لبس مش على مزاجه، الاخ اللي بيبقى واقف على الباب ده ما يدخلكش، ودي برضو حاجه غريبه جدا. وبالمناسبه ده مش موجود في اوروبا ولا موجود في الكلام ده، المكان فيه او يعني رايح تتعشى في مكان ولا تتغدى في مكان ولا تخرج في مكان ولا تتفسح في مكان، طالما حضرتك معاك ثمن الاكل وفي ترابيزه فاضيه اتفضل. يعني عندنا لا، لو ما استنضفكش ما دخلتش مزاجه خلاص. طب يعني ايه ما استنضفكش؟ يعني ايه يعني؟ ما انا مستحمي وزي الفل ولابس كويس، يعني ذوقي مش عاجبك دي مشكلتك. خد بالك اللي حصل ده مش بس ادى الى انسحاق طبقي، ادى الى توليد، لانه بقت في ناس شايفه انها اعلى من بقيه المجتمع، وبقيه المجتمع بقى بيبص على الناس دول هو انتوا احسن مننا في ايه يعني. وبالمناسبه الكومباوند ده او فكره الكومباوند
هي سبب رئيسي وراء زيادة معدلات جريمة. ده في وجهة نظر المتواضعة، ما أقدرش أقول لك في دراسة اجتماعية بتقول كده، لكن أنت أقعد فكر بالراحة وباتزان، ناس طول الوقت شايفة أنك بتعاملهم باعتبارك أنت أحسن وأنت أرقى وأنت أفضل وأنت أذكى، مع أنك مش بالضرورة تكون أذكى ولا حاجة. يعني إيه علاقة الذكاء بالفقر والغنى والغنى؟ والكلمة، لأن أنا أعتقد أنها كلمة يعني بائسة، ودي احنا ورثناها من ايام المماليك، ابن ناس. يقول لك اصل فلان ده ابن ناس. طب ما احنا كلنا ولاد ناس. المماليك لما كانوا بيحكموا في مصر فاستخدموا مصطلح ابن ناس وحرفوش في الكتاتيب. التعليم بتاع الكتاتيب بيبقى قاعد سيدنا يحفظ العيال القرآن ومبادئ اللغة العربية، وبيبقى معاه واحد مساعد كده اسمه العريف. فالعريف ده شغلته ايه؟ يلم أجرة سيدنا، والأجرة دي يا فلوس يا ذرة، كيلتين قمح، أكلة حلوة، بطاية محمرة، وإزاي مكتفة، حاجات كده يعني. طيب سيدنا بيمتحن العيال، أنت اقرأ لي من الآية كذا للآية كذا في الصورة الفلانية، فلان ينجح وفلان يسقط. لو سيدنا عاقب السائط أو اللي ما فشل أو اللي ما نجحش، كان العقاب إنه العريف يروح جايب الواد عبطه ويضربوه بالخرزانة. فلو طلع إن الواد اللي اتضرب بالخرزانة ابن حد من المماليك، سيدنا كده إيه؟ هيتظبط. فكان سيدنا لما يخش الكتاب أيام المماليك ينادي على العريف يقول له يا ولا حط لي ولاد الناس الناحية دي والحرافيش الناحية دي. فلو حد من ولاد الناس اللي هم المماليك، ولاد المماليك اسمهم ولاد ناس، واحنا ولاد البلد اسمنا حرفيش، فلو حد من العيال ولاد الناس دول غلط، سيدنا يصحح له يقول اصل انت اكيد كنت انت ما فطرتش يا واد، ما هي يعني مش هيقدر يعاقبه. اما ابن الحرفيش لو غلط فيتعبط ويتظبط بالخرزانه لما يقول يا كفا. ويا سلام لو اتاخر على دفع الاجره العلقة تبقى أكبر. لكن ابن الناس ابن المماليك لو اتأخر في دفع الأجرة يقول له وإحنا ما وماله، ده إحنا ينولنا الشرف إن ابن فلان عندنا في الكتاب. تاني ركز في اللي أنا قلته عشان بس تبقى فاهم شكل الانسحاقات اللي حصلت في المجتمع إيه، وده اللي بيتم علاجه دلوقتي. يعني أكيد أكيد أيام جمال عبد الناصر ما كانش فيه الكلام ده، كان فيها أخطاء بالمناسبة وأخطاء كبيرة كويس، برضو أخطاء اجتماعية حلو، لكن فيما بعد ذلك حصلت ثقافات شديدة الغرابة، ثقافة الكومباوند، ثقافة انت عربيتك نوعها ايه، ثقافة انت لابس بكام، ثقافة انا شكلي شكلك عاجبني ولا مش عاجبني، ادخلك او امنعك، أقرر إن أنا أجوزك بنتي علشان أنت ابن ناس ولا مش ابن ناس، فيبقى ابن الفقرة ده ابن لذينة يعني. على العموم غياب الثقافة وغياب التوعية جوه التعليم كويس، وتاني بأكد غياب التوعية جوه التعليم، يا جماعة المدرسة ما هياش معمولة بس علشان خاطر احنا نروح نعرف الدرس. خد بالك احنا المدرسين بتوعنا في اجيالنا الطويله باستثناءات قليله كانوا يقول لك هيا حفظتوا الدرس، حفظت ايه يا استاذ؟ انا مش عايز احفظ الدرس، انا عايز افهم الدرس باستثناءات. انا لسه كنت بتكلم على انه مع 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 امي ربنا يديها الصحه، انا اللي حببني في التاريخ حاجتين، ماما هي خريجه اداب تاريخ جامعه عين شمس حببتني في التاريخ جدا، وكان حظي حلو بقى هي بتحب القرايه وعندها بقى وتحتفظ حتى بكتبها الاكاديميه بتاعت الكليه، فقريت كتب اداب تاريخ عين شمس الاربع سنين كلها. وكان عندي مدرس ربنا يديله الصحه يا رب لو عايش ويرحمه ويقدس روحه لو توفى، مستر عوض فرج فانوس، مدرس التاريخ بتاعي في المدرسه. عارف يعني ايه مدرس التاريخ بيشرح لك التاريخ بالجغرافيا؟ هتضحك انا بتكلم جد، لما يجي يشرح لك المعارك بتاعه رمسيس الثاني تجاه الحيثيين في سوريا ويروح رسم الخريطه على السبوره ويقعد يشرح ازاي الجيش المصري اتحرك بقياده رمسيس الثاني ودخل من الحته دي وحصل كذا وادي المعركه وبعدين رجع وبعدين مش عارف ايه وبعدين وهكذا، فحبيت التاريخ
بسبب مدرس وبسبب امي. طيب لو افترضنا ان الام ما كانتش ليها في التاريخ ولا بتاع، في مدرس، المدرس ده حببني في حاجه ووعاني وفهمني وعلمني. حلو. طيب يا ترى هل طرحنا في المدرسه علمنا اولادنا او عرفنا اولادنا؟ يعني انا النهارده انا وانت كده لو سالنا حد، عيالي وعيالك بالمناسبه، يعني اوعى تفتكر ان انا عيالي فلاليط خالص، تقول لهم مين عبد الهادي الجزار؟ طب اسال كل زمايلي مين عبد الهادي الجزار؟ بقى على راي عوض قال لي احنا كلنا يوسف مش عارفين مين عبد الهادي الجزار. ما بيقول لك احنا لا نوع في نفسنا، احنا حتى جيلنا ده اللي هو النهارده الراجل عندي 47 سنه، عوض انت بقيت كام؟ 45 عوض؟ حبيبي عوض. ف مين عبد الهادي الجزار؟ هتلاقي كله قاعد ساكت كده ومساهم وبتاع، واللي عامل نفسه مش سامع وبتاع، واللي بيسرح بيفكر وهكذا. مين عبد الهادي الجزار؟ يا نهار ابيض، انا مجرد راجل محظوظ بالمناسبه يعني بامي وابويا الله يرحمه، بس بقى وانا في المدرسه حد علمني مين عبد الهادي الجزار؟ لا. هو انا كان عندي مدرس رسم في مدرستي، كان عندي مدرسه رسم علمتني مين عبد الهادي الجزار؟ بصراحه لا. يعني زي ما شكرت في مدرس التاريخ بتاعي ومدرس الالجبرا، والله مستر سمير محفوظ الله يرحمه ويقدس روحه بقى، ولا مستر عماد ربنا يديله الصحه، ولا مستر جمال رودل في ربنا يديله الصحه، يعني دي قصه. لكن كان عندي مدرسه رسم بتسيبنا وبتشتغل توريكو، يعني والله بتكلم جد، ما علمتنيش مين عبد الهادي الجزار. عبد الهادي الجزار يا مولانا واحد من اهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم. عبد الهادي الجزار مش مجرد رسام عادي، ده رسام فيلسوف. لما تيجي تقعد تتفرج على لوحات عبد الهادي الجزار وتشوف تاريخ الرسم عند عبد الهادي الجزار، تاريخ رسمه هو، وازاي يقعد يفلسف بدء الخلق واستخدامه، مثلا عنده لوحات كان يستخدم فيها الاصداف باعتبارها شكل من اشكال الحمايه. هو الرسام المهم بالمناسبه لازم يكون فيلسوف، لان الرسمه مش مجرد شويه الوان، ولا زي ما بنتفرج في الافلام الكوميدي واحنا بنضحك واحد يقعد يجيب شويه بويه والوان ويقعد يلطش بيها ويقول لك لوحه من الفن التجريدي والتكعيب، مش حاجه اسمها كده. الفن ده او الفن التشكيلي كمان اي فن بالمناسبه فلسفه، يعني لو عايز تتميز فيها، فلو مفيش فلسفه يبقى مفيش فن. فعبد الهادي الجزار ده واحد من اهم فلاسفه المدارس الحديثه في الفنون التشكيليه، مش بس في مصر، في العالم. لوحات عبد الهادي الجزار دي تمنها ملايين، مش ألوفات ولا مئات الالاف، ملايين. دي لوحه من لوحات عبد الهادي الجزار الله يرحمه. عبد الهادي الجزار مش عايش وسطنا يعني، الله يرحمه توفى. اللوحه دي اختفت، ما كانتش موجوده، اختفت. اللي عجبني في القصة بتاعت النهاردة ازاي بقى اختفت، بقى لها يجي قد ايه؟ بتاع 40 سنة تقريبا، اختفت في السبعينات لو انا فاكر مظبوط يعني. اه حلو. طيب سبعينات، اه يعني تقريبا 50 سنة، اه ما انا سبعينات يا تمساح، انا عجزت قوي يا تمساح. المهم تمساح زميلي وصديقي، ف اختفت 71 بالظبط، 71. اشرف لسه بيفكرني اهو. اللوحة دي اختفت. اللي عجبني في القصة هو تحرك وزارة الثقافة. ازاي؟ الوزاره هي اللي اتحركت، عملوا بيان يا جماعه في لوحه كذا 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 للفنان التشكيلي العظيم عبد الهادي الجزار. اللوحه دي اسمها من وحي فنارات البحر، واحنا بندور عليها. ادي اول حته عجبتني، ان الوزاره نشيطه في ذلك، يعني قطاع الفنون التشكيليه عمل كده، رائع. في مواطن رائع رائع جدا قوي خالص قرا البيان، هو ما كانش عنده علم انه الوزاره عايزه اللوحه، فقرا البيان فراح متصل بالوزاره، يا جماعه انا الشخص اللي عنده لوحه عبد الهادي الجزار من وحي فنارات البحر وعايز اجيبها لكم، قولوا لي ايه الاجراءات. وفعلا خد بعضه راح سلم اللوحة، الوزارة بدأت تشتغل على انه نتأكد 100% انه اللوحة دي هي اللوحة الأصلية، ما يبقاش حد بيضحك علينا يعني. وبالفعل اتعملت كل الحاجات اللي بيقعدوا يعملوها والأجهزة الحديثة والمش حديثة للتأكد من انه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هنا في المراجعة بتاعة المتخصصين، وفي استخدامات لأجهزة تانية بتتعمل عشان نتأكد دي أصلي مضروبة، ده عبد الهادي الجزار فعلا ولا حد عامل رابليكا للوحة أو نسخة طبق الأصل، إلخ إلخ.
وتأكدوا إنه دي لوحة عبد الهادي الجزار التي عادت سالمة مرة أخرى لتعرض في متحف لوحات عبد الهادي الجزار. هنا خط للحفاظ على هويتك، خط للحفاظ على ثقافتك. القصة مش قصة مقتنيات، حاول تاخد بالك معايا، القصة مش قصة المقتنيات، والقصة مش قصة هي اللوحة بملايين ولا بعشر قروش، هي طبعا بملايين. هي القصة انه دي هويتك، دي ثقافتك اللي لازم تفخر بيها جدا، اللي لازم تبقى انت فاهم انه اهمية عبد الهادي الجزار بهذا الحجم. فلما اشوف يا ترى يا هل ترى هو انا عندي في مناهج الوزارة ما يتحدث عن عبد الهادي الجزار او بيكار او وانلي مثلا، يعني انا بقول لك تاني، انا شخص محظوظ، ابويا الله يرحمه وامي يديها الصحه، فانا محظوظ بس ان انا اتولدت عند الاتنين دول، مجرد حظ مفيش اي حاجه مني. يعني السؤال، انا بقى عايز الناس اللي مش محظوظه هيعرفوا منين؟ لازم الكلام ده يبقى موجود يا جماعه جوه المناهج بتاعه وزاره التربيه والتعليم، على اختلاف الفئات العمريه والسنين الدراسيه، بندي ايه للولاد اللي في ابتدائي، وبندي ايه للولاد اللي في اعدادي، وبندي ايه للولاد اللي في ثانوي. ولازم تبقى فاهم ان القصه مش قصه فلوس ولا حاجه، والقصه مش قصه انت لابس بكام وراكب عربيه نوعها ايه ولا حاجه. كل ده هباء منثورة لا يساوي اي شيء. ممكن يبقى فلان الفلاني لابس اشيك واغلى بدله وراكب أتخن عربية وهو شخص تافه، أو شخص عديم الضمير، أو شخص أخلاقه في الحضيض. أنت كده تصدق أنه هو ابن ناس؟ هو مين قالك أن أنت لما هتتكلم إنجليزي كتير ولا فرنساوي كتير أنت كده بقيت مثقف ولا متعلم ولا بقيت ولد ما حصلتش ولا بنت ما حصلتش؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال؟ جبناها منين دي؟ حالة احتقار الثقافة دي كارثة، ولازم كلنا نشتغل على محوها، ونشتغل أكتر على إعلاء ثقافتك الخاصة كمجتمع وكشعب. أنا عايز أعرف بحقيقي والله العظيم، هو أنا لسه عندي أوض رسم في المدرسة؟ يعني لازم يكون في أوضة رسم في المدرسة، لازم يكون في أوضة موسيقى في المدرسة، لازم يكون في أوضة تدبير منزلي في المدرسة، لازم يكون في أوضة زراعة في المدرسة، لازم يكون في معمل علوم في المدرسة. طب سيبك من العلوم دلوقتي، خليني في أوضة الرسم على سبيل المثال على ذكر عبد الهادي الجزار. هنعلم الولاد ترسم، بس هو فين التثقيف هنا في الموضوع؟ يعني هعلمك ترسم الشجرة والنخلة، وهعلمك ترسم طبيعة صامتة، وهعلمك ترسم بورتريه وبروفايل اللي هو بالجنب ده. حلو، علمتك التكنيك، لكن انا ما ثقفتكش. الروبوت هيرسم احسن مني ومنك، والكاميرا هتلقط بدقه اعلى مني ومنك. علشان اطلع رسام لازم يكون هنا في حاجه. الموهبه دي انت فاكر الموهبه يعني ايه؟ انت فاكر الموهبه دي يعني واحد بيرسم حلو دقيق يعني؟ ما هو تاني الكاميرا هترسم احسن منه، او بالادق هتلتقط صوره احسن. ومع الارتفيشال انتليجنس والمش عارف ايه خلق كل الحاجه دي، شكرا. الموهبه هي اولا ثقافة تذهب إلى التفلسف، فيبدأ الفنان ده يخرج أفكاره وفلسفاته في اللوحة وفي التمثال وفي المنحوتة وفي المجسم إلى آخره. هو أنت فاكر الحاجات دي اللي هي بتتباع غالي قوي، بتتباع غالي قوي علشان إيه؟ عشان وراها فكر، وراها فلسفة، وراها ثقافة. ثقفوا العيال في حصص الرسم يا سيدي. ده حتى لو ما فيش حصه، لو ما فيش اوضه رسم دلوقتي في المدرسه، ايا كانت ايا كانت، على الاقل حصه الرسم اقعدوا تكلموا مع الولاد، تثقيفي ثقف تلامذتك. مدرسه كنت ولا مدرس رسم في المدرسه، ثقف تلامذتك، ومحدش ياخد الكلام على صدره. احنا عاوزين نبني بلد ونبني جيل، اجيال مش جيل، عايزين نبني نشأة حقيقي. ابنه أجيال، في مدرس هيسمعني وفي مدرسة هتسمعني ويقول له يا يوسف ده احنا بنعمل والله بس، وفي واحد تاني ياخد وعاوز يقول ايه يعني؟ عاوز يقول ايه؟ عايز اقول انت بتشوفش شغلك بس خلاص، عايز اقول ان انت رايح تقبض المهية وتروح على بلاطة كده.
طب ما ترضي ضميرك سنه، يعني احنا ما عندناش ضمير؟ ما هو اللي ما بيعلمش مظبوط او اللي ما بيشتغلش مظبوط في اي قطاع، انا لو ما بشتغلش مظبوط يبقى ما عنديش ضمير. بس كده. وده 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 اللي ما بيشتغلش مظبوط عديم الضمير. وما يستحقش القرش اللي بياخده. وبيدمر اجيال وبيدمر نشأ. المساله فعلا جريمه مش هزار. انا واخد الموضوع على صدري جدا بصراحه، لان انا ملاحظ ان انا عندي اجيال كلها مشوهه. عندي 3-4 أجيال مشوهة في البلد دي، مشوهة. أنت عارف يعني إيه تشعر بجد والله العظيم بدون مبالغة إنك أنت بتضرب في قلبك لما تلاقي عيال عندها حالة استعلاء على ثقافتها المصرية والشعبية؟ يا راجل. تخفيفاً هنروح لتقرير حلو بقى، تقرير رياضة، ودي بقى بالمناسبة رياضة الأمراء والنبلاء زي ما يسموها كده، الرياضة بتاعت الفروسية وركوب الخيل. النهاردة وادي الفروسية في وزارة الداخلية الحقيقة عامل شغل أكتر من جميل ورائع، وأنا من هنا الحقيقة فعلا بحيي الداخلية على تبنيها للرياضة دي بالذات حقيقي والله، لأنها رياضة حلوة وجميلة ومهمة جدا بالمناسبة، ولأنها ليها أكتر من رافض، مش بس الولاد اللي بتركب الخيل وتربية الخيول دي والخيول اللي تبقى بقى الخيول العربي الأصيلة، وفي حاجة بالمناسبة غير الفرس العربي في فرس مصري بمواصفات تانية برضو خالص، يعني حاجات كده. المهم يعني فوزارة الداخلية الحقيقة مشكورة إنها بتقوم بجهد كبير في مسألة رعاية النوع ده من الرياضة اللي هي رياضة الفروسية. فوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية عمل إيه بقى؟ النهاردة كان بيستضيف بطولة الجمهورية للفروسية، ده بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، أقيمت في ملاعب وادي الفروسية زي ما كنت بقول لكم. المكان هناك لو لما تيجي تتفرج على التقرير ده حاجة تانية، انت تحس بجد بقى، لا مش في أوروبا، انت تحس ان انت بجد في مصر. مصر حلوة بس لو دققنا النظر. شوفوا التقرير ده، وإذا ممكن خلي بالك، وانت عشان تلعب الرياضة دي مش لازم تشتري حصان، بكلمك بجد عشان ما تفتكرش ان هي يعني لازم اشتري حصان ويا ترى الحصان بكام، خالص اتفرج على التقرير هتفهم اكتر. واشجعكم انكم تحاولوا ان استطعتم تخلوا ولادكم يلعبوا الرياضه دي، حاجه حلوه ومفيده. شوف التقرير. تتهادى الخيول ويتبارى الفرسان على مدمار وادي الفروسية في نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية، بعد أن هيأته وزارة الداخلية وطورته لاستقبال مسابقات الفروسية محليا ودوليا. شايف في تطورات كثيرة جدا في وادي الفروسية، ومن أراضي جديدة، من تجهيزات، من نظام عمل. عندي حالة انبهار كده بالمكان والتنظيم، من أول الدخول للباركينج الأرض ممتازة، وده بيساعد الولاد كتير. على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط، 3 ملاعب رئيسية بمواصفات دولية، و3 ميادين إحماء، استضافت 342 فارساً في مباريات الفروسية، و36 فارساً في التقاط الأوتاد. النادي عامة مجهز بمستوى عالي جدا، فبيبقى مريح لكل الالعاب، يعني سواء التقاط الاوتاد او الفروسيه، القفز او الدراساج، يعني كل لعبه بيبقى ليها الارض المناسبه ليها، فالموضوع لطيف جدا. المدرجات كانت مجهزه بشكل ممتاز في الحقيقه، كانت مقرباك من الارض كفايه، مخلياك تحس بجو الارض، تحس باحساس الحس اللعيب كده، احساسك اللي انت فعلا انت اللي بتلعب مش اللعيب. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. من ساعة ما دخلنا من البوابة في ناس بيدخلونا من بره بيجهزونا للبطولة،
والاوتيل اللي موجود هنا حلو جدا، متنظم جدا، وفكره حلوه جدا ان هم يعملوا ملعب جنب الاوتيل عشان البطوله بتبقى 3 4 ايام للنهائي. الكلام ده كله بيساعدنا ان احنا نأدي اداء احسن في البطوله ونعمل احسن حاجه عندنا. وتم توفير اسطبلات ذات سعه كبيره لايواء الخيول مع توفير خدمه بيطريه ملائمه لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل. بدون نقاط جزاء 45-69. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب، وهو ما يساعد الحكام على أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. احنا بنفخر أن عندنا مكان زي ده في مصر، يعني مكان متكامل من كل حاجة، سواء أراضي أو منصات تحكيم. وإحنا بنشكرهم جداً على الميادين اللي ادوها لنا، وعلى الاسطبلات، وعلى الأماكن الممتعة اللي هي فخر لرياضة الفروسية في مصر. المكان ده فعلاً شرف لمصر والمصريين بجد وللفروسية كلها. المكان إحنا بقينا بنفتخر إن إحنا موجودين هنا. فخور بالدعم اللي مقدمه وزارة الداخلية، دي حاجة جميلة جداً لرياضة الفروسية. وعرفت دلوقتي كمان إن هيكون في دعم للرياضات التانية في الخيل، ودي حاجة يعني هتضيف كتير قوي للحصان العربي والحصان المصري بشكل عام. وزارة الداخلية طورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً من خلال منظومة إضاءة متطورة زودت بها الملاعب. ختام فعاليات المنافسات التي تواصلت على مدار أيام كانت مراسم تتويج الفائزين في مختلف منافسات البطولة، وبحضور وزير الشباب والرياضة، حيث تم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً لبطولة الجمهورية للفروسية لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية. حاجة الحقيقة نفخر بيها، وإحنا إن شاء الله يعني نفخر نجيب كل الفروسيين بتوع العالم وكل الاتحاد الفروسية والحكام والمواكبين من الاتحاد الدولي يجي يشوفوا مصر عاملة إيه ووزارة الداخلية عاملة إيه في قطاع الفروسية. مبروك على يعني هذا الصرح العملاق اللي فعلا هيساعدنا لتطوير كبير جدا في رياضة الفروسية ومستواها مع الاتحاد المصري للفروسية. فكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي دايما في عملنا في وزارة الشباب والرياضة في الحقيقة في تعاون كبير جدا في كل المجالات الرياضية والشبابية مع وزارة الداخلية. التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو، نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك على قناة مصر الأولى. سبعة 27 محافظة، تقريباً 104 مليون مواطن، يا عم قول 100، تفتكر فيهم كام شاعر وكام مطرب وكام مؤلف وكام مطربة وكام شاعرة وكام مؤلفة؟ أكيد 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 عشرات الألوف من الموهوبين بشكل حقيقي، بالمناسبة بشكل حقيقي مش وهم، موهوبين بس طول الوقت بيدوروا على الفرصة
وده جزء من الانسحاق اللي كنت بقول لك عليه اللي كان بيجرى زمان، ما كانش فيه فرصة حقيقية وفرصة واسعة. علشان كده كنت تلاقي دايما الناس تجي تتكلم يقول لك ايه، والله انا مش عارف انشر الشعر بتاعي، ما انا ما عنديش واسطة، انا مش عارف اغني علشان ما عنديش معارف، انا مش عارف اكتب قصة لان ما عنديش واسطة عشان حد يقرأ حاجتي وبعدين يوافق انه ينشرها وما الى ذلك. ده جزء بالمناسبة لا يتجزأ على الإطلاق من اللي كنت بقوله لك في أول الحلقة. إحنا في البرنامج ده، في القناة دي، في التلفزيون ده، بتوع سيادتك، والله أنا ما بهزر، أنا بتكلم جد، إحنا بتوع المواطن والمواطن العادي خالص اللي من أهالينا وبلدينا في الصعيد وفي بحري وفي كل حتة. يعني إيه بتوع سيادتك؟ يعني إحنا شغلتنا الرئيسية سيادتك. يعني إيه شغلتي الرئيسية سيادتك بقى؟ أخدمك بعناية، أساعدك بكل الطرق اللي ممكن تبقى متاحة. طب وماذا عن الطرق الغير متاحة أو غير المتاحة؟ غير هنا ممنوعة من الصرف، وده بالمناسبة عربي، غير ما بتحطلهاش ألف ولام، ممنوعة من الصرف. فالطرق غير المتاحة نوجد لك طرق ونخترع لك طرق. عشان كده اخترعنا لك برنامج أو بالأدق مسابقة للمصريين. هو مين اللي هياخد باله منك غير بلدك وقناة بلدك وتلفزيون بلدك وبرنامج بلدك؟ عارف ليه دايما أقولك أنا متأكد 100% بما لا يدع مجال واحد للشك أنه ده البرنامج الأكثر مشاهدة في مصر؟ عشان ده برنامج بتاع كل المصريين، بتاع أهالينا الغلابة على قد الحال اللي مش ساكنين في الكومباوند. الكومباوندات دي كلها على بعضها ما تكملش 1-1.5-2%، لكن إحنا صحاب البلد مش قاعدين في الكومباوند، بنتفرج على التاسعة، واخد بالك؟ بنتفرج على ايه؟ بنتفرج على التاسعة. طب التاسعة هيعمل ايه؟ هو بقى هيلف على المحافظات، بالتعبير يقولك كعب داير، هنلف في 27 محافظة عشان نساعد حضرتك انك تطلع موهبتك. طول ما انت موهبتك دي حقيقية وقوية وراها فكرة وثقافة، ما هو مش أي كلمتين موزونين وفيهم قافية يبقى شعر، لا، ولا أي حد قال كلمتين بالعامية بقى عبد الرحمن الأبنودي ولا سيد حجاب ولا فؤاد حداد ولا صلاح جاهين، لا لا، ولا حد كتب كلمتين بلغة عربية فصحى فبقى أحمد شوقي أو حافظ إبراهيم، لا. خد بالك حضرتك عايزينك تشترك في المسابقة. شوف انا بقولك ايه، انا عايزك تشترك في المسابقة، عايزك تشترك في المسابقة عشان تاخد فرصتك، وعايزك تاخد تشترك في المسابقة علشان نساعدك. احنا مش عايزين من حضرتك حاجة، المسابقة دي ما فيهاش اشتراكات، ما فيهاش سفر، لا تذكرة طيارة ولا حاجة، سيادتك جوه بلدك. كل اللي مطلوب ايه؟ بكتب قصة قصيرة، اعملها PDF سهلة اهي، وابعتها لنا على الفيسبوك بتاعنا التاسعة، سهل جدا، ALTASE وبعدين رقم 3 وبعد كده ايه. هتيجي تقولي ما هو ده بالانجليزي يا عم يوسف، فين بتاع؟ اقول لك اه صح، عندك حق. للأسف في يوم من ذات الايام سوف يكون في ليلة اكثر جمالا، بالمناسبة الليلة النهاردة حلوة حلاوة، القمر بدر منور كده في قلب السماء وقريب، حلو حلاوة غير طبيعية. بص بقى اهو، ادي التاسعة، حضرتك PDF في قصتك القصيرة، PDF في القصيدة الشعرية اللي انت عاوز تشترك بيها. يا سيدي عاوز تشترك باكتر من قصيدة حقك، ابعت بس يعني كل قصيدة في رسالة لوحدها عشان نعرف نشوف ونفرز بالمظبوط. حضرتك بتغني، ابعت بس من فئة. هتيجي تقول لي يعني المسابقة أكيد هتبقى بقى القاهرة، لا يا فندم، القاهرة ساحرة والأسكندرية جميلة والمنصورة بديعة أهلية يعني، لكن لا، كل المحافظات. وبالمناسبة مش المحافظات بس اللي متعلم عليها في الخريطة اللي قدامك، يعني في النهاية خالص ده كده يعني يبقى شكل استرشادي كده بنعمله علشان خاطر البرومو اللي انت بتتفرج عليه، لكن 27 محافظة، اي نجع، اي قرية، اي كفر، اي مركز، اي مدينة، اي حي، اي شارع، حارة، زقاق، اي حتة، ارجوك ارجوك انا بترجاك اشترك. عارف ليه بقولك اشترك؟ بقولك اشترك علشان انا عايزك
تقف على أول السلم. الغنى نعمل إيه في الغنى؟ نقولك لو سمحت هتصور نفسك فيديو، هتخلي بقى أخوك أختك بابا ماما الجيران يعني اللي أنت تحبه، اللي بيعرف يصور حاله هيصور لك فيديو وانت بتغني. بس احنا عايزين ايه بقى؟ دقيقتين يعني، ما تزودش. ليه ما تزودش؟ اولا عشان تعرف تبعته بسرعة ويبقى سهل وما يبقاش تقيل، ده نمرة واحد. نمرة اتنين علشان احنا هنسمع ناس كتير، وبالفعل بدأنا نسمع وبدأنا نقرأ وبدأنا نشوف، بدأنا اللي هو مين انت يا يوسف؟ لا طبعا، وانا مين علشان اقيمك؟ على رأي محمود درويش، من انا لأقول لكم ما اقول؟ أنا لا، أنا مش أديب عشان أقيم موهبتك في القصة، ولا أنا شاعر عشان أقيم موهبتك في الشعر، ولا أنا راجل يعني مزيكاتي رائع عظيم عشان أقيم موهبتك في الغنى خالص. لجنة شديدة التخصص من أكبر أسماء هتقيم الحاجات دي، وبعدين هتمتحنك. يعني اللي أنت هتبعته حاجة والامتحان اللي بعدها حاجة تاني، لا تكون عامل محسنات ولا حاجة. فعندك الفيديو دقيقتين بعد اذنكم، دقيقتين وغني حلو. وعارف انت الفيلم بتاع الكيف، الفتح الاول ولا التسليك يا سيما زجانجي؟ اشرب كوبايه اليانسون بتاعتك مره في التانيه كده، ايه عشان تجلي صدرك كده ونفسك يبقى حلو كده وصدرك، ونغني ونغني حلو. وبعدين طيب انا راجل عايز اتاكد، اقول لك انا بقى ايه حاجه تركايه كده لطيفه يعني. حضرتك الاغنيه اللي انت بتحبها، اللي بتحبها، مفيش اغنيه على مزاجنا، مش اقول لك لازم تغني ام كلثوم. يا عم ام كلثوم، محمد منير، تامر حسني، محمد حماقي، شيرين، اللي انت عايزه، هاني شاكر، اللي انت عايزه حلو، او اللي انت عايزاه طبعا. اه احنا مش قد المجلس القومي للمراه. ف طبعا دكتور مايا مرسي انا عارف انها هتشوف دلوقتي الكلام ده. لا والله انا بكلمك بجد يعني، وانا دايما بفتخر انها تربيت ست عظيمه يعني، وهي اللي عملتني يعني. عملتني بالمعنى الحرفي. اللي عايز اقوله لحضرتك هم دقيقتين. اسم ليه الاغنيه اللي انت بتحبها؟ لان دي الاغنيه اللي انت بتقعد تدندنها، اللي انت بتحبها، اللي بتحس ان صوتك او صوتك مجلجل فيها وحاجه كده ايه بمزاج المزاج. اسمع الاغنيه اللي انت بتحبها دي مره واثنين وثلاثه ماشي، وقعد درب نفسك عليها وسجل الفيديو. النصيحة بقى، مثلا مثلا هتغني أغنية شيرين عبد الوهاب، ما تغنيش زي شيرين، ما احنا عندنا شيرين. انت ايه شخصيتك او شخصيتك ايه؟ عندنا تامر، عندنا منير، ربنا يا رب يديله الصحة ويمد في عمره، عندنا هاني شاكر محافظ القبل الكل، عندنا الناس دول، عندنا محمد فؤاد، عندنا عمرو دياب. ما تغنيش زي حد. الاغنيه اللي بتحبها غنيها، بس ما تغنيش زي حد، غني انت، غني انت. اللي حاول يقلد ما نجحش وما حققش حاجه، فخليك انت بشخصيتك. دي النصيحه اللي انا بقدمها لاي زميل جديد بيجي يشتغل في الشغلانه بتاعتنا. مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بعمرو اديب، مالكش دعوه بلميس الحديدي، مالكش دعوه بخير رمضان، مالكش دعوه بابراهيم عيسى، انت هو انت. في الغنى نفس القصه، انت هو انت. في الشعر حضرتك مش لازم تبقى محمود درويش، مش لازم تبقى نزار قباني، مش لازم تبقى صلاح جاهين، مش لازم تبقى سيد حجاب، الخ الخ. انت اهو ثلاث نماذج اهو، شوف الكرم، مفيش بعد كده والله. ثلاث نماذج شعر PDF وتبعت على التاسعة. تيجي تقولي مثلا أنا موهبتي مش مقتصرة بس على الشعر العامي، ده أنا بكتب كمان لغة عربية فصحى. حاضر، اعمل لي واحدة عامية وواحدة فصحى، واعمل لي واحدة لغة عربية فصحى قديمة جزلة فلتنافس عمرو بن كلثوم يا عم، ابن كلثوم. ماشي، انت حر، انت وقوتك، انت وشطارتك. بس افتكر الكلام اللي أنا قلته، الفن والإبداع ثقافة وفلسفة، مش أي كلمتين بنرصهم على ورقة بيضة. خليك جامد وخليك واثق في نفسك، وخليك واثق إنه دي مسابقة لا فيها مين ابن مين، ولا قريب مين، ولا صديق مين، ولا معرفة مين، ولا فيها واسطة، ولا فيها كوسة، ولا فيها أي حاجة خالص. دي مسابقة معمولة للمصريين، ولادنا، ولاد بلدنا، اللي لازم موهبتهم تطلع.
أهم قوة في مصر هي قوة عقولها، علمائها وأدبائها وشعرائها وموسيقيها ومطربيها وكتابها وسياسيها. بص بقى في الكتاب قصة قصيرة من إبداعك، هتقول لي اشمعنى قصة قصيرة؟ افرض أنا بكتب مسرحيات وروايات، هقول لك قد يكون لها وقد تفيد الاحتمال، قد يكون لها مرحلة جاية والله أعلم، لسه ما فكرناش لأنه علشان أعرف أقرأ بقى مسرحيات بتاعة مئات أو ألاف من المشتركين، مش أنا يعني اللجنة، علشان يقروا روايات. فقصة قصيرة ولازم برضو تبقى فاهم يعني إيه قصة قصيرة، وتبقى فاهم إيه هي التركيبة، البناء بتاع القصة القصيرة إيه، مش أي حدوتة لا ليها بناء. أقول لك أنا أنصحك طبعا، استنى ده رأيي هنا بقى منحاز جدا، ممكن بعد إذنك تنزل المكتبة وتروح تشتري مؤلفات الله يرحمه علاء الديب، ده واحد من أعظم 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 كتابنا في القصة القصيرة، وطبعا يوسف إدريس في الجيل الأكبر، أكبر شوية مش أكبر كتير كمان، أستاذ علاء الديب الله يرحمه كانش محظوظ قوي يعني، مع أنه بديع الله يرحمه يا رب الله يرحمه. فاللي عايز أقوله لك لو سمحت، إحنا عندنا المسابقة شعر، فأنت هتقدم لي ثلاث نماذج، قصة قصيرة هتكتب لي قصة قصيرة واحدة، الغنى عندك فيديو لمدة دقيقتين. طيب إحنا بقى هنقعد نستقبل الطلبات دي أو المواهب بتاعت حضراتكم لحد إمتى؟ لحد يوم 15 يوليو. طب السن من كام يا يوسف؟ من 18 سنة وانت طالع، 18 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 80 سنة، الموهبة لا تتوقف بالعمر أبدا ولا تنتهي بالتقادم، الموهبة موهبة. فابعتولنا على التاسعة لأجل اشترككم في أكبر وأهم وأقوى مسابقة لاكتشاف المواهب في 27 محافظة مصرية تحت عنوان نجوم التاسعة. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار، بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة؟ ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك، غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك، شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF، كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو، نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك، على قناة مصر الأولى. طيب من مسابقة نجوم التاسعة والفن والثقافة والغناء وما إلى ذلك والشعر والقصة القصيرة إلى الرياضة، موسيماني خلاص وبالتراضي يعني، شكرا موسيماني، الأهلي خد قرار خلاص مفيش موسيماني تاني. طيب السؤال بقى، ومين مدرب الأهلي الجديد؟ ويا ترى هل ترى هنجيب مدرب خواجة ولا مدرب ابن بلد؟ ولو خواجة هيبقى مين؟ أو جاي منين؟ أو خلفيته إيه؟ طيب وليه دايما خواجة مش ابن بلد؟ طب ولو ابن بلد برضو مين؟ دي نقطة. النقطة التانية، المنتخب ما كسبش ما قدام كوريا، وده في حد ذاته شيء تقيل وصعب علينا جدا جدا جدا، وهنا لازم نطلع على الأسباب ونعرف بعد أن نأخذ بهذه الأسباب هنتصرف إزاي. يعني ما هو مش ممكن بقى حسام البدري، بلاش حسام البدري، نجيب كان اسمه إيه اللي كان بيدرب، لسه كان اسمه إيه، كيروش، طب خلاص ما فيه بقى إيهاب جلاء، ما فيش إيهاب، هنعمل إيه؟ ممكن لو سمحتوا إحنا نأخذ رأي الرجل المتخصص صاحب التوقعات المرئية وغير المرئية، صديقنا العزيز أحمد درويش الناقد الرياضي الشهير والهمام. إزيك يا أبو حميد؟ أستاذ يوسف وحشني، عامل إيه وإنت أكتر؟ أخبارك إيه؟ طمنا عليك. والله الحمد لله والشكر لله، يعني إحنا أنا من قلبي والله ربنا عالم، أنا أتمنى للأهلي التوفيق، وبالتأكيد بقى كلنا بنتمنى للمنتخب بتاعنا التوفيق، بس هو إيه اللي بيحصل؟
ولا حاجة. أنا فاكر إن أنا كنت معاك في مداخلة يوم تعيين الكابتن إيهاب كلال، أنا فاكر كويس قوي، واختلفنا في وجهة النظر في جملة أنا قلتها ما عجبتكش وأنا اعتذرت عنها على الهواء. أنا أقول ربعها، أنا قلت لك إيهاب كلال بالنسبة لي هو أحسن ومش عايز أكمل. ماشي. فده كانت وجهة نظري وقتها. ماشي. أنا كنت مؤيد وأنت سألتني ليه؟ قلت لك والله كنت أفضل لو كيروش مش هيستمر في مشروعه، وكنت أتمنى مدير فني أجنبي صاحب رؤية وصاحب طموح وصاحب مشروع نقدر نشتغل عليه زي الدنيا كلها ما بتعمل. لكن ما إن جاء إيهاب جلال فخلاص كل الدعم وكل التوفيق وكل المساندة للكابتن إيهاب جلال. إحنا بندفع قرار متسرع يا أستاذ يوسف، تمن قرار متسرع لم يكن في توقيته ولا أوانه، إن إحنا لسه عانينا من تجربة حسام البدري وتم الضغوط اللي حواليها واستمر فيها، رغم إن حسام ما خسرش، البدري ما خسرش مثلا، رغم إنه يمتلك شخصية قوية وابن منتخبات وحقق بطولات مع الأهلي كرجل الأول، لكن الضغوطات كانت شديدة وطار حسام البدري زي ما بنقول. ما بالك بقى بكابتن إيهاب جلال اللي هو ما بيمتلكش خلفية أهلي وزمالك، وراجل ما حققش أي بطولة، والظروف ساقطه أو وضعته في منصب الرجل الأول لمنتخب مصر. صحيح. وانت عارف ان المنصب ده لن يرضي 100 مليون مصري، جميعهم يفهمونا في كره القدم. صحيح. انت عارف كده كويس طبعا. وبالتالي اتحاد الكره اخطا في قرار التعيين، وانا ما زلت مصمم على موقفي، واتحاد الكره بيجني ثمار قرار خاطئ جدا جدا جدا. عندنا الوقت الاصلاح، عندنا الوقت ان احنا نعيد الامور الى نصابها الطبيعي وحقيقي، بعيد بقى عن الكلام الكبير والكلام ده. احنا قدامنا 48 ساعة فارقة في تحديد مستقبل الكرة المصرية لسنين قدام يا سيوش. هم قالوا لنا النهاردة ان احنا متمسكين بمقاعدنا كاتحاد كرة، هنستقيل ليه؟ احنا جايين في شهر يناير ما لعبناش غير 3 ماتشات، 3-2 رسمي وواحد ودي، فما فيش. هو انا بنقلك كواليس المجلس على الكرة، فاحنا مش هنستقيل. احنا قعدنا النهاردة 7 من اصل 9 يتقدمهم رئيس الاتحاد، غاب خالد البرندالي ومحمد بركات لنظر لتواجدهم مع المنتخب في كوريا. قال لك احنا منتظرين قرار او التقرير الفني من رئيس البعثه خالد البرندالي عشان نشوف تقرير مباراه اثيوبيا وتقرير مباراه كوريا، وبناء عليه هنحسم مصير ايهاب جلال. وايهاب جلال بالتالي هو كمان طلع تصريح، انا مسافر امريكا اسبوع وكلفت المساعدين بتوعي انهم يتابعوا ماتشات او يتابعوا حاله فنيه او بدنيه الماتشات في الدوري. فاحنا بنعيش حاله من التخبط، الشعب المصري في غليان على ارض الواقع على الشارع، في غليان، الكوره دي متنفس مزاج الشعب، وبالتالي عشان تصلح لابد ان تعطي عيش لخبازه. طيب. الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات هما الخبازه في مجلس، صح؟ اهل العلم او اهل الذكر في مجلس. قالوا لنا ان هم عايزين مدير فني اجنبي وهم معاهم الملف. فوجئنا بإيهاب جلال، فوجئنا بإيهاب جلال، وبالتالي كان هناك خطأ من مجلس إدارة اتحاد الكورة. وبالتالي إذا أقر اتحاد الكورة إقالة إيهاب جلال فعليه أن يستقيل قبلها، لأن هو قرار خطأ منه، فبالتالي هو كمان لازم. بس هنا بيجي سؤال، مين اللي هيقول اتحاد الكورة يستقيل ولا ما يستقيلش غير الاتحاد نفسه؟ انه اعضاء الاتحاد هم اللي قرروا ان يتقدموا باقالته باستقالتهم، او ان الجمعية العمومية تجتمع وتسحب الثقة من المجلس الحالي. طيب. سمعنا انه ده بركات هيستقيل، ده حازم هيستقيل، لكن حتى اللحظة مفيش اي حد استقال، شيء مؤكد يعني. لا في حاجه بتقول هم قاعدين ولا حاجه بتقول هم ماشيين، فاحنا بقينا كجمهور يعني مش فاهمين ايه اللي بيجرى. لحد انا ما بكلمك كده انا ممكن اقول لك ثوابت على ضمانتي، يعني على عهدتك، على عهدتي. لو الكرسي اللي قدام حضرتك اتحرك لا يمكن الجمعيه العموميه في مصر انها تسحب الثقه من اتحاد الكوره. طب الكرسي بيتحرك اهو، الجمعيه العموميه احرك لك الكرسي زي ما انت عايز. بس يعني ايه، انا بقول لك مستحيل. مستحيل يا يوسف انهم يسحبوا الثقه. فالاجدى والاولى ان هم يعني ايه يراعوا حاله الشعب المصري ويدوا الفرصه لحد قادر على الابداع وقادر على صنع القرار الكيف ويمشوا. انما الناحيه المعلوماتيه كصحفي بيكلمك، انا متاكد ان هم 9 متمسكين بتواجدهم
ويوم الخميس هيعلنوا عن قرارات هم بيقولوا من شأنها إصلاح شامل وجذري في الكرة المصرية. ده اللي هيتم الإعلان عنه يوم الخميس. يعني حازم وبركات مش هيستقيلوا زي ما الناس بتقول. ولا بركات ولا غير. والنهاردة في المجلس أصلا كلهم اتفقوا مفيش استقالة، وغير وارد إن أي حد يستقيل. ولو جبت أي حد وسألته منهم مستحيل هنستقيل، وده مش وارد في حساباتنا ولا في سياستنا. يعني انا اكتب على الشاشه دلوقتي الناقد الرياضي احمد درويش نقطتين فوق بعض، لا نيه لاستقاله اي من اعضاء مجلس اتحاد الكره المصري. بالظبط اكتب كده. وعندهم اجتماع بكره استكمال اجتماع النهارده، وعندهم قرارات معلنه يوم الخميس. يعني عندهم بكره استكمال. طيب جلسة. انا هسالك سؤال وحقيقي هو سؤال بجد، يعني هو الفكرة في مسألة إنه كل ما يحصل إخفاق ما إما أننا نطالب بالإقالة أو إن إحنا نضغط لتقديم الاستقالة ولا نجد حلول؟ يعني أنا خشيتي من إيه يا أحمد؟ أنت عارف فاكر كده 2011 لحد 2013 اتعينت كام حكومة؟ فاكر دي هوسة. فاكر وكنا فاكرين إن دي فلاحة بالمناسبة بما فيهم أنا، يعني كنا فاكرين هي دي الفلاحة يعني. طيب لا دي هوسة ولا تؤدي أبدا إلى أي شكل من أشكال الاستقرار. كذا الحال بالنسبة للاتحاد. يعني هل المسألة فعلا أن الاتحاد لازم يستقيل أو يجب أن يقال، ولا من الممكن وضع رؤية للإصلاح عشان أنا عاوز الاتحاد يستقر حاجة. بقى أنا هقول لحضرتك حاجة. أنا والله لو شفت يوم الخميس قراراتي شأنها الإصلاح دون محسوبية وتعمل الشأن العام والصالح العام بطريقة جيدة في خطة واضحة للمنتخبات ولنظام المسابقة فأهلا بيهم. أنا شخصيا كأحمد. إنما إحنا لو مشينا على نفس السياق الصفة والعشوائية والمحسوبية والمجاملات وحاجات كتير غلط في نظام المسابقات، إحنا عندنا كارثة لسه منعنا منها. وفي لجان تفتيش في خطاب الأهلي في خطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي ضيع البلد كلها، مش نادي فرصة حصول على بطولة. احنا لسه بنعاني من تسيب اداري او خطأ اداري في هذا الاتحاد. وبالتالي يا يوسف احنا معاهم لحد يوم الخميس. بس انا بقول لك هم لو يعني ايه لو جالك الطوفان حط ابني شعر ايه كده. فانا بقول لك لو موجة شدت وكده هم هيضحوا بإيهاب جلال وهيبدأوا يجيبوا مدير فني اجنبي جديد. مين؟ لمنتخب مصر. مين؟ ده احنا هنضرب رقم قياسي في التغيير. ما انت هقول لك حاجه حلوه. قول لي على حاجتين. انجح فتره لمنتخب مصر في اخر 7 سنين كانت مع مين؟ مين؟ كانت مع ارجنتين كوبر. هتقول لي ايه؟ هاتوا كوبر تاني لو هو اللي بينجحنا. لا هقول لحضرتك ليه؟ انت دلوقتي كنت بتتكلم في نقطه هتعجبك اللي انا هقوله لك ده. قول يا باشا. ان كوبر قعد معانا من مارس 2015 لحد شهر 7 2018 استقرار. عارف الثلاث سنين ونص حضرتك عملت فيهم ايه؟ ما كنتش ثلاث نسخ امم افريقيا بتصعد، صعدك. ولما صعدك 2017 في الجابون وصلت النهائي وخسرت الهدف. يعني انت من ما بتصعدش لصعدت. تاني حاجه عملها ايه؟ بقالك 28 سنه كنت بتصعد كاس العالم صعدت. فثلاث سنين ونص عملت حاجتين. وصلت نهائي امم افريقيا وصعدت امم افريقيا ووصلت نهائي كاس العالم. ليه؟ عشان في استقرار. انما انت حضرتك من بعد الكوبر عملت ايه؟ جبت المكسيكي اجيري. وبعد اجيري جبت حسام البدري. وبعد حسام البدري جبت كاروس كيروش. وبعد كاروس كيروش جبت ايهاب جلال. فانت بقالك 3 سنين جبت 4 مدير فني. آه. 4 اجهزه فنيه. فده قمه التخبط طبعا. كل واحد بيجي بطريقته وبفريقه وبمدرسته. طب انا عندي طبعاً. سؤال برضو كمان. ما بتعتقدش انه خلي بالك انا فعلا عمري ما قابلت ايهاب جلال ولا شفت ولا اتكلمنا حتى في التليفون. حلو. وما اقدرش اقيم هو كويس ولا ما اقدرش، يعني مش شغلتي بصراحه انتوا اللي تقيموا ده. لكن على مستوى الشخصي مهذب. ما تعتقدش انه ايهاب جلال يبقى هو اللي مظلوم في هذه المطحنه؟ اصل ده عامله زي حجر الرحايا. لانه وارد ده مجرد خاطره جايه في بالي. تمام. انه ايهاب قدامه كم مقاومه غير مقاومه غير طبيعي من الفرقه نفسها. معاك حق. يبقى المشكله مش عند ايهاب. وطبعا ده حاجه بص الاعتراف بقدرات الفنيه للشخص حاجه. والظروف المحيطه كمان حاجه. حلو. يعني
يعني انت النهارده بتلعب بدون 11 لعيب، النني وصلاح وحجازي وعبد المنعم ولاعيبه تقيله جدا، وتريزيجيه ومرموس قوام وحمدي فتحي، لعيبه كبيره، لعيبه كبيره جايبه عنك ده تمام، امر مفروغ منه. الوقت ضيق ان هو جه يا دوبك اشتغل ست ايام في ماتشين غينيا واثيوبيا تمام. بس حضرتك من الاول، من الاول انت جايب مدير فني وانت عارف انه مش هينجح مع منتخب مصر بسبب الظروف، بسبب الضغوطات، بسبب القدرات، بسبب انه مش هيجد الحمايه من اتحاد الكره نفسه. وبالتالي انت ليه بتضيع وقت وبتحسبها تجربه علينا؟ فانت دلوقتي يا اما تصلح يا اما تمشي. انا بقول اتحاد الكره يا تصلح يوم الخميس بقرارات من شانها تعيد ترتيب الامور، برنامج اصلاحي بقى تمشي. طبعا هو احنا مش حق تجارب يا استاذ يوسف، المزاج الكروي المواطن دي حاجه مهمه جدا. طيب يبقى احنا في انتظار الخميس، الناس مغمومه، احنا كده في انتظار الخميس، احنا في انتظار الخميس. طيب الاهلي وموسيماني، الاهلي وموسيماني علاقه تاخرت شهرين ثلاثه من وجهه نظري. ها ليه بقى؟ الاهلي منظومه غير اي منظومه في الكره المصريه مع احترامي. انا معاك، الاهلي عنده نظام ساعه، يعني نظام كل واحد عارف دوره ايه ووظيفته ايه وامتى يتكلم وامتى يسكت وحاجات كتير جدا. عشان كده منظومه الاهلي هي انجح في الكره المصريه. موسيماني شخص فقد الثقه في نفسه وفي تصريحاته وفي تصريحات زوجته في الفتره الاخيره، بدا يهاجم في اداره الاهلي ولاعيبه الاهلي وبدا يعمل حاجه تتنافى نهائيا مع سياسه الاهلي. تتنافى مع شخصيه مدرب الاهلي، ان انت كل شويه طالع في حوار بتنتقد اداره الاهلي ولاعيبه الاهلي، وانا معيش تشافي ومعيش هرنانديز ومعيش مش عارف مين ومعيش وائل جمعه. فحضرتك انت دي قماشه انت شغال بيها، انت جاي تاخد 185,000 دولار تشتغل في نادي القرن في افريقيا. أيوه. عشان انت تضيف وتنجح واسمك ينجح من بعد ما كنت بتاخد 25,000 دولار في فريقك صن داونز، اذا وصلت ان انت تاخد 185,000 دولار وانت المدرب الاول في افريقيا على 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 مستوى الانديه. وبالتالي الاهلي وصلك المكانه دي، الاهلي اللي حطك في المكانه دي. فالفتره الاخيره كانت كل الشواهد وكل الامور. انا لما كلمت مع احد ابرز صناع القرار في النادي الاهلي قال لي ايه بقى؟ قبل ما يقرر باربع ايام او بعد او فسخ التراضي. ابرز صناع القرار ولا واحد من الابرز؟ واحد من ابرز صناع القرار في النادي الاهلي. ماشي، مين؟ قال لي الخيط بيتقطع ما بيننا، الخيط بيتقطع. فكانت الجمله بالنسبه لي خلاص ان موسيماني موضوع وقت، ورغم ان التوقيت صعب جدا، يعني التوقيت صعب جدا على النادي الاهلي انه يمشي مديره الفني في التوقيت ده. طب عنده الزمالك. طب ما تقول لي مين الشخصيه البارزه اللي شايفه كده؟ طب حضرتك صحفي وهل يجوز ان انا لا ما انا بحاول يعني لما اشوف ماشي وانا مش هفتش السر. طيب هل ناويين يجيبوا، هل ناويين يجيبوا حد برضو من بره ولا حد من رجاله الاهلي القدام؟ لا لا لا، الخيار المصري مستحيل يكون مطروح على طاوله الاهلي برضو الفتره دي عدا ثلاث ماتشات الجايين. هيجيبوا من فين؟ من البرتغال برضو؟ هو يعني هو المدرب البرتغالي فيتوريا روي فيتوريا، بس رقمه كبير يعني ده ابرز المرشحين. مثلا خد بالك يا يوسف، الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيبعت بادجت للمدربين بيتفاوض معاهم وبناء عليه، يعني بلان ايه وبلان بي وبلان سي وبلان دي، وبناء عليه بيبدا يشتغل. يعني هو مش بيتعاقد طبعا، مش بيتفاوض مع واحد بس طبعا، هو محكوم في بادجت، البادجت بتاعه بيفتح. لكن مفيش اسماء مرشحه لسه. الاهلي عنده حاجه قويه ثانيه. ايه بقى؟ ياخدك في منطقه وهو بيروح في منطقه ثانيه. يعني ممكن يقول لك بيفوت تشيكي وصربي وفرنسي وبرتغالي وهو طرح الماني مثلا. يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه. اولا عايز اشكرك الاول احمد، الف الف شكر بجد. بس يا بخت الاهلي بنفسه بصراحه، يعني انا ما بحسدش والله. اشكرك ناقدنا وصديقنا وزميلنا العزيز احمد درويش، الناقد الرياضي الكبير والبارز جدا بصراحه، صاحب التوقعات المرئيه كل مره، ما يعني كل مره احمد بيجيب جون. الاهلي فعلا فعلا مبخت محظوظ بانه الاهلي، ده كلام جد بقى مش هزار. الاهلي منظومه ومؤسسه وليه مدرسه
وما بيخرجش بره اعتباراته المؤسسية والمدرسية ايا كانت الظروف. عارف انت القطر ماشي كده، عنده طريقة معينة تتوارثها الأجيال في الإدارة بتاعت الأهلي دايما، وتلاقي اللعيبة بيمشوا على المنظومة بتاعت الإدارة، اللعيب ده جاي من هنا جاي من هنا من مصر من بره. فعشان كده ما تستعجبش بالمناسبة إن الأهلي حصد بطولات. أنا بقول لك الكلام ده يعني بمنتهى الأريحية، وأنا زملكاوي عتيد، يعني أنا لعيب كرة مية في الزمالك، مش بقى اللي هو بشجع وخلاص. وبمنتهى الأمانة والصراحة طول عمرنا إحنا الزملكاوية وبالذات اللعيبة اللي لعبوا رياضات جوه النادي يعني، نقول نفسنا يبقى في عندنا إدارات بنفس الطريقة بتاعت الأهلي، مش نفس الطريقة اللي هو نقلد، إن إحنا نبقى ماشيين كده أهو، عندنا خط ماشيين عليه لا نحيد عنه، بنتصرف بمنتهى الحزم، بنتصرف بمنتهى المأسسة لو صح التعبير. دي أمنيتي للنادي بتاعي اللي أنا هفضل أشجعه حتى آخر يوم في حياتي، لن أحيد. عشان كده دايما أقول اللي عاوز يعني ينقي لبنته عريس كويس ينقي واحد زملكاوي. ليه؟ مفهومة، عنده ولاء وانتماء دايما. آه والله العظيم ما أقولكش لا يجي يمين وشمال، مهما حصل صامدين إحنا على الدرب ماشيين وراك يا زمالك بإذن الله دايما. خليكم معانا، نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب أظن محدش يقدر ينكر تحت أي ظرف من الظروف إنه كم المبادرات الرئاسية المتعلقة بصحة المصريين غير مسبوق، واهتمام حقيقي من الدولة بصحة مصر. يعني ما بين مبادرة 100 مليون صحة والفحوصات الطبية اللي بتتعمل، واللي أظن إنه تقريبا في أكتر من 70 مليون مواطن عملوا هذه الفحوصات اللي هي مجانية، المبادرة بتاعة القضاء على فيروس سي، يعني في كم مبادرات، المبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل. عندنا مبادرات كمان بالمناسبة للكشف المبكر عن سرطانات الرئة بعد الشر والبروستاتا بعد الشر عن الجميع. عايزين نتكلم أكتر ونفهم أكتر عن هذه المبادرات، ومهم إن حضرتك كمواطن تبقى فاهم المبادرات دي، وحضرتك لما تكون عاوز الآن يعني تكشف تفهم تروح تطمن. وفي حاجة تانية إنك تبقى أنت فاهم قد إيه الدولة عندها اهتمام حقيقي فعلي جذري عميق بصحة سعادتك. معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وهو خير المتحدثين. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير يا استاذ يوسف، عامل ايه يا دكتور؟ تحياتي لحضرتك وشكرا لحضرتك. ربنا يخليك دكتور حسام. يعني كنت بقول انه ولو حتى بشكل عام في ظل وقتك اللي انا عارف انه ضيق وفي 100 مليون تليفون بيكلموك دلوقتي، المبادرات الرئاسية أو المبادرات بتاعة صحة المصريين، هل نقدر نقول هم كام مبادرة أو أهمهم وأكبرهم؟ وأخيرا مسألة سرطانات الرئة والبروستاتا والمبادرة بتاعتهم. طيب خليني أقول لحضرتك أن المبادرة الرئيسية أو الرئاسية الرئيسية أيوة هي صحة المواطن المصري. حلو، هو ده يعني كل هم السيد الرئيس، صحة المواطن المصري، وده كان انطلاقته من خلال توجيهاته بالاهتمام ووضع الصحة والتعليم على أولويات الدولة، ثم مبادرة القضاء على فيروس سي التي تحولت إلى مبادرة 100 مليون صحة. 100 مليون صحة، احنا عايزين 100 مليون اللي قاعدين مقيمين على الأراضي المصرية يعيشوا في صحة جيدة. حلو. خرجت من المبادرات، من مبادرة 100 مليون صحة، 11 مبادرة تتعلق بصحة المواطن المصري. صحة المبادرة، صحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال، بعدين مبادرة الأنيميا والكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم عند أطفال المدارس،
وبعدين مبادرة الكشف عن صحة المرأة المتعلقة بأورام الثدي، وبعدين مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي وما يتعلق به، وبعدين مبادرة الكشف عن صحة المسنين وتقديم الرعاية. فإحنا مبادرة 100 مليون صحة التي تهدف إلى صحة المواطن المصري خرج منها مبادرات تتعلق بالمواطن من وهو طفل أو هو جنين قبل ما يتولد، ووصلت معه حتى مرحلة الشيخوخة. أيوه. وفي هذه الأثناء إذا تعرض لأي احتياج لتدخل جراحي كانت مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانضباط. حلو. من ضمن الـ 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 ولما تتوقف ولن تتوقف مبادرات السيد الرئيس للحفاظ على صحة المواطن المصري، فكان هناك مبادرة جديدة تتعلق بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية عموما. ولأنه بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية أنه أعلى نسب للإصابة بالأورام السرطانية ما بين المصريين في الذكور هي سرطان الكبد والمثانة والرئة والبروستاتا، وأعلى نسب للإصابة بالأورام عند المصريين من النساء هي سرطان الثدي والكبد والقولون كأعلى المعدلات في الإصابة. كانت المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن السرطان بتتعلق بسرطان الكبد، سرطان الرئة والبروستاتا، وسرطان القولون اللي هي الأمراض اللي فيها أعلى نسبة من الإصابة بالأورام عند المصريين. الهدف منها هو التشخيص المبكر، لأنه القاعدة الذهبية في التعامل مع إصابات الأورام التشخيص المبكر يساوي شفاء، وقد يصل الشفاء إلى 100% في حالة التشخيص المبكر في كثير من الأورام، والتشخيص المتأخر يعني مزيدا من التعقيد ويؤدي لا قدر الله إلى انتشار الورم وصعوبة التعامل معه طبيا. طيب، فإحنا دي على سبيل الإجمال ما هي المبادرة الجديدة التي أعلن اليوم الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان إطلاقها خلال الفترة القريبة جدا القادمة، اللي منها الكشف المبكر عن سرطان الرئة. إحنا النهاردة بنتكلم على فئة عمرية مستهدفة من 45 إلى 75 سنة. بنتكلم من السن من 45 إلى 75 سنة، تقريبا إحنا في مصر عندنا ما يقرب من 10 مليون مواطن في المرحلة العمرية دي، ربنا يديلهم صح. هنعمل إيه؟ أول خطوة هي إن إحنا بنعمل نوع من أنواع الاستبيان أو نوع من أنواع التاريخ المرضي للمواطنين في هذه المرحلة السنية. بنسألهم على بالنسبة لسرطان الرئة تحديدا، بنسألهم على التدخين، بنسألهم على الأمراض الانسداد الرئوي، بنسألهم على الأماكن اللي بيعملوا فيها هل فيها تعرض لمسببات سرطانية ولا لا. ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في الوحدات الصحية، في الأماكن اللي فيها وحدات صحية. الأماكن اللي ما فيهاش وحدات صحية من خلال القوافل المتنقلة اللي احنا بنعملها كل شهر تقريبا، بتنتشر في كل محافظات الجمهورية في الأماكن التي يصعب على أهلها الانتقال إلى الوحدات. طيب، بما أن احنا عندنا حصر يا دكتور حسام، هل احنا بنبلغ المواطن بأنه مثلا الرجاء التوجه للوحدة الصحية كذا كذا المجاورة ليك علشان تعمل الكشف بتاعك، أو أنه رجاء العلم أنه الوحدة المتنقلة هتبقى موجودة في المنطقة الفلانية فتقدم علشان نقدر أن احنا نعمل لك الكشف والرعاية المناسبة؟ يعني من الجيد جدا ان حضرتك سالت احنا ازاي الناس بتعرف ان احنا بدانا المبادره، من خلال التغطيه الاعلاميه الكامله، سواء من خلال مواقع الوزاره على السوشيال ميديا او من خلال البرامج زي حضرتك كده، ومن خلال يعني من خلال الاعلام المرئي والمقروء والمسموع بيتم الاعلان بشكل متكرر عن بدء المبادره. وبالنسبه للقوافل بيبقى فيه إعلان مسبق للقرى للقوافل رايحها بأنه القوافل هتكون الشهر ده موجودة في قرية كذا وقرية كذا وقرية كذا بشكل حلو. منظم جدا.
بعد ما بنعمل الاستبيان ده بنبدأ يظهر عندنا عوامل خطورة، ده فلان ده مدخن بقاله فترة طويلة، فلان ده كذا. فبالنسبة للرئة تحديدا بنبدأ الناس اللي عندها عوامل خطورة، عنده تاريخ أسري، لا قدر الله حد من أهله أصيب بسرطان الرئة حد، وبالتالي دولت بتبقى عوامل الخطورة اللي بنتكلم عنها، اللي على أساسها نبدأ نوجه المواطن إلى المستشفى اللي هو عنده عوامل خطورة وفي المرحلة العمرية اللي بنتكلم عليها، نقول له توجه إلى المستشفى، وفي المستشفى بنجري مزيد من الفحوصات اللي مرتبطة بالكشف على الاحتماليات الإصابة، في فحص شائع جدا دلوقتي بيتم استخدامه بشكل واسع على مستوى العالم، اللي هو ان احنا بنعمل حاجة اسمها لو دينستي أشعة مقطعية او سي تي، أشعة مقطعية قليلة الكثافة او قليلة الإشعاع العيوني، بتظهر الرئة بشكل واضح جدا وما بتعرضش المواطن الى كمية كبيرة من الإشعاع. إذا الحمد لله طلعت سلبية خلاص يبقى احنا مطمئنين انه ما فيش مشكلة، لو لا قدر الله إذا كان هناك نتائج إيجابية بندخل بقى في الفحص بالأشعة المقطعية المتخصص وخلافه. طيب. لا قدر الله في أي مشاكل أو ظهرت إيجابية الفحص، المواطن بياخد العلاج في المستشفى أو في الأماكن المتخصصة لعلاج الأورام، كل ده بيتم على نفقة الدولة المصرية وبدون أن يتحمل المواطن أي تكلفة تماما. طيب ده بالنسبة للصدر، وقف على ذلك بقى البروستاتا، القولون، الكبد، الكل واحد من هذه الأورام له الآلية اللي بتخلينا نعمل المسح اللي يوصلنا إلى الاشتباه ثم التشخيص بالوسائل الدقيقة جدا للتشخيص وتقديم العلاج. طيب دكتور، أنا جاي في بالي حاجة، يعني أشوف أنه من الوارد أنها تبقى يعني سهلة التطبيق، ما أنا مش عاوز أعتمد بس على البرامج وعلى الموقع وعلى الفيسبوك وما إلى ذلك. إحنا ممكن نعمل اتفاق ما بين وزارة الصحة وما بين الشركات الأربعة المشغلة لخدمات التليفون المحمول في مصر، بأنه مبدئيا بيتبعت رسالة لكل الأرقام، يا سادة كرام إذا كنت أنت من الفئة العمرية من كذا لكذا فرجاء التوجه للوحدة الصحية لإجراء 1-2-3. وفي حالة الوحدات المتنقلة فبيبقى في حاجات كده اللي كنا بنسميها، كنت زمان أصلي بشتغل في شركة من الشركات دي، يبقى نتورك مسج. فأنا لو أنا بالوحدة المتنقلة بتاعتي رايح مثلا سهرجت الكبرى في الدقهلية، فهبعت رسالة تطلع من الشركة أو الشركات الأربعة لكل نطاق سهرجت تقول لهم الوحدة المتنقلة موجودة في المكان الفلاني، الرجاء التوجه إليها إذا كنت في الفئة العمرية من كذا لكذا لإجراء الكشف. وأنا أفضل إنه الشركات الأربعة تعمل ده تطوعا دون أن تطلب من سيادتكم أي مبالغ مالية، لأن إحنا هنا بنتكلم على شيء غير تجاري على الإطلاق، ده شيء يتعلق بصحة المصريين وفي النهاية يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام. يعني خلينا أقول حاجة طبعا، أنه هذه فكرة ممتازة وهي احنا طبقناها في الكثير من المبادرات، وعايز أقول حاجة أنه الحقيقة أن هناك تعاون وثيق وهناك دعم كبير الحقيقة من الشركات الأربعة ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تكرار تطبيق مثل هذه الحلول اللي حضرتك اتكلمت عنها بشكل مستمر، وهو يعني امر محمود جدا ولا شك. طيب خير وبركه يا رب يا مساعد. دكتور حسام، احنا دايما نزعجك ودايما ناخد من وقتك، بس هنعمل ايه بقى؟ ما هو احنا يعني عشمنا فيك دايما كبير ونحب دايما نسمع منك مثل هذه الامور، بحيث انه نبقى خدنا الكلام والتصريح من اهله زي ما بيتقال. انا بشكرك جدا 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 دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. احنا هنروح لحاجة كويسة جدا. احنا عارفين انه عندنا دعوة واضحة وجهت من قبل فخامة الرئيس في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك بخصوص الحوار الوطني، وإنه الأكاديمية الوطنية هي اللي هتبدأ تدير هذا الحوار بحياد
التام، وعارفين انه المنسق لهذا الحوار او منسق هذه الحوارات هيبقى كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية. وبالتالي لو خدت بالك هتلاقي انه في احزاب كتير جدا بدأت انها تعمل ايه، بتاخد بعضها وتبدأ تقدم على طول الرؤية بتاعتها في الحوار الوطني. احزاب معارضة الحمد لله والشكر لله بدأت انها تقدم، احزاب لو صح تعبير ما بين قوسين الموالاة بدأت برضو انها تقدم، لكن خليني هنا هروح على حزب حماة الوطن. والحزب الحقيقة كما جرت العادة دائما سباق. معانا على تليفون سيادة النائب اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب حماة الوطن. أهلا 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 بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف، وتحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج. اهلا وسهلا، واعتذاراتنا على التأخير، مسهرين سيادتك يا فندم. لا والله ما يعني عندنا خلاص عندنا احنا هنعتبر ان احنا الاثنين كنا متشاركين في ان احنا بندعم صحه المصريين في مكالمتنا مع الدكتور حسام عشان خاطر المصريين يا سياده اللواء. خلاص مش مشاكل، المصريين دول في عينينا واحنا تحت دايما في عينيكوا يا فندم، دايما في عينيكوا يا فندم. سياده اللواء، ماذا عن الحوار الوطني والطرح اللي بيقدمه حماه الوطن؟ طيب خلينا اكلم حضرتك باختلاف عن اي طرح مسبق. اتفضل. نتكلم على ما هو قبل الحوار الوطني. حلو. حضرتك تعلم، يمكن حضرتك اتكلمت في اكتر من برنامج خلال الشهور السابقه، السيد الرئيس في عده محافل داخل الجمهوريه كان بينادي دايما لو حضرتك تفتكر برفع قيمه الوعي لدى المواطن المصري وضروره عمل كافه الجهات المنوطه على هذا، سواء كانت تنفيذيه او تشريعيه او سياسيه او حزبيه. ايوه. في الحقيقه حزب حماة الوطن كان ليه سبق في العمل على هذه القضيه بتقديم مناقشه عامه في مجلس الشيوخ، واكيد حضرتك تعلم طبعا من خلال لجنه الدفاع والامن القومي اللي انا طبعا يعني مشارك فيها. وشارك في هذه اللجنه حضرتك طبعا راجل نيابي وتعلم اللي شارك وكان مدعو كان ما يخص بالوعي والانتماء لجان التعليم والشباب والثقافه والاعلام والشؤون الدينيه. أيوه. الغريب بقى ان احنا، لان كنت انا بترأس هذه اللجنه في الوقت ده وبشتغل عليها، الغريب ان جميع لجان المجلس ال 14 لجنه اللي عندنا، غير طبعا انتوا عندكم اكتر من كده بكتير في شوية. مجلس النواب اللجان كلها شاركت بدون دعوه، ودي كانت حاجه يعني عارف ملحوظه ان حاله من الوعي المتفاقمه لدى كل نواب المجلس ان الموضوع فعلا يستحق لمشاركه جميع لجان المجلس، ودي كانت حاجه ايجابيه جدا. اشتغلنا على القضيه دي وتم استدعاء الوزراء المواطنين لمناقشتهم، وتم توجيه نواب المجلس ليهم في هذا الموضوع، وبالفعل تم الاخذ بها نظرا لانها قضيه هامه وتعتبر فعلا قضيه امن قومي. المنطلق ده اللي ترسخ لدى المواطن المصري كان لابد ليه بقى انه يشارك في الحوار الوطني اللي اطلقه السيد الرئيس يوم 25 ابريل في افطار العائله في شهر رمضان. انا عايز اقول لحضرتك كل ده يعني دي منهجيه فعلا، لما سياده الرئيس حس فعلا ان حاله الوعي وصلت لدى المواطن قال لا لازم بقى تحدث المشاركه. المشاركه في ايه؟ ان احنا فعلا نتوافق كاحزاب، سواء احزاب زي ما حضرتك تقول متوافقه مع الدوله وسياستها، او احزاب معارضه لسياسه الدوله. منذ ذلك التوقيت حزب حماة الوطن بصراحة وصلنا ليل بنهار لوضع رؤية حزبية لمحاور الحوار الوطني، سواء على مستوى السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي أو الحرية. ده يعني العمل اللي قدمناه. احنا طبعا كان لينا الشرف ان احنا دعينا الى الأكاديمية الوطنية وقدمنا رؤية الحزب، وتمت المناقشه في بعض النقاط طبعا، لان طبعا رؤيه الحزب يعني كتيب حاجه على مستوى عالي وراقي جدا يعني. كان ضروري طبعا ان يحدث التماسك والاندماج المجتمعي والسياسي حول مجموعه من القضايا اللي مخرجاتها هتتم في اطار عام، ويتم فيها اعلان عن عقد اجتماعي جديد يتناسب ان شاء الله مع الجمهوريه الجديده. يبقى عمليا يا فندم، وصححني برضو، يعني
انه الدعوة للحوار الوطني هي انطلاق من وجود حالة استقرار سياسي في البلاد، استقرار سياسي واستقرار الحمد لله اقتصادي حتى في ظل ازمات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى يعني انعم علينا بامور احسن من غيرنا وكتير كمان مش احسن وخلاص يعني بشكل فعلي. كذا الحال استقرار امني، كذا الحال استقرار في علاقتنا بدوائرنا الحيويه اللي حوالينا طول الوقت وفي علاقاتنا الخارجيه. ومن ثم ان الاوان الى انه كل الوان الطيف السياسي تقعد على ترابيزه واحده وتتناقش. تمام، انا عايز اقول لحضرتك ان الحوار الوطني ده هيساهم في ترسيخ معالم الجمهوريه الجديده اللي احنا بننشرها. حلو. مشاركه جميع التيارات السياسيه والحزبيه والشبابيه لاداره حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني خلال المرحله القادمه ان شاء الله هيكون حوار وطني جاد وفعال فعلا وجامع لجميع القوى والفئات، وده هيوحد الصف وهيعلي مصلحه الوطن ان شاء الله. طيب يمكن اتفضل كمل يا فندم كمل. ده طبعا هيبقى اكبر تاكيد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة، ومشاركة كافة التيارات السياسية للحوار ده يهدف إلى يعني الخروج برأي توافقي بيحقق نظرة وطموح للجميع وتحقيق زخم حقيقي ومصداقية، وهيبقى تدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية. وعايز أقول لحضرتك يعني يمكن أنا اتكلمت في أكتر من مداخلة إن في مقولة سيادة الرئيس يعني قالها يوميها وأكيد حضرتك تفتكرها، إن الاختلاف لازم يحدث طبعا اختلاف طبيعي لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. الكلمة دي عايزة دي كلمة من ذهب على فكرة طبعا، دي يعني كلمات تخلد على فكرة، يعني دي اختيار سيادة الرئيس لهذه الكلمة تقدير كبير جدا وإرساء لمفاهيم يعني ايه مصريتنا ويعني ايه احنا في تقدير لمصريتنا وفي تقدير لمشاركتنا، يعني حاجه بصراحه نحن نقدر السيد الرئيس من هذه الجمله اللي فيها جايبه التوافق فعلا المجتمعي. والله يا فندم هو الحقيقه انه الواحد لازم يلاحظ ويعلن هذه الملاحظه. الرئيس نفسه حتى في مناقشاته مع الصحفيين والمذيعين وما إلى ذلك بيسمح جدا بمساحات اختلافات في وجهات النظر وفي الطرح وفي الرؤى ويأخذ ويرد والعكس وما إلى ذلك، وبالتالي ده انعكس إنما يعكس رؤية الدولة لمسألة الحوار الوطني إنه ما فيهوش تغليب. هنا أنا هستأذن حضرتك في إنه أنا هاخد صف المعارضة دلوقتي باعتباري بجلس على يسار المنصة، إنه وان انا جاي اصلا من بيت معارضة، يعني المعارضة دايما او المعارضة في الحالة بتاعتنا بتاعت الحوار الوطني عندها مش هسميه خشية، عندها قلق ما من انه يا جماعة احنا مش عاوزين باعتبار انه احزاب الموالاة هي الاكثر عددا من حيث العدد الحزبي وهي الاكثر زخما من حيث عدد الاعضاء والتمثيل داخل غرفتين البرلمان ياخدوا الحوار لناحيتهم فنشعر وكأننا خرجنا مظلومين مدحورين. هنا بقى سيادة اللواء طارق نصوري يقول لهم ايه؟ طيب. كرجل برلماني وسياسي. تمام. خليني اقول لحضرتك ان تم انتخاب او اختيار الاكاديميه الوطنيه لان الاكاديميه الوطنيه تعمل لصالح الشعب كله بفئاته وليس لفئه معينه او حزب معين او كيان سياسي معين. تمام؟ ده اتجاه. طيب اختيار اللي تم لفريق العمل اللي هيدير الحوار الوطني وحضرتك قلت طبعا على راسهم استاذ ضياء رشوان، الناس دي ليس لها انتماءات حزبيه وليس لها انتماءات سياسيه وليس لهم مصلحه في توجيه الحوار باتجاه معين. الحاجه اللي بعد كده اللي انا اطمن حضرتك يعني واي حد من المعارضه او اي اتجاه سياسي اخر ان الحوار ده هيكون حوار مفتوح وليس حوار مغلق، وهيبقى متابعة على الميديا بالظبط وحاجة يعني فيها قمة الشفافية، وهيتم الوصول إلى استخلاص يعني أهداف معينة وأطر معينة يتم الأخذ بها، وكله هيبقى على طاولة الحوار، مفيش حد يعني
هيتم تجنيبه او في هيبقى في غرف مغلقه لنقاشات او مش هيتم ترتيب حاجه كده يعني بتوجه اغلبيه مثلا او مفيش كلام من ده خالص. الموضوع هيكون في قمه الشفافيه. والسيادة الرئيس يمكن اشار امبارح وحضرتك شفت في لقائه مع الاعلاميين بعد الافتتاح بعد الجوله في مدينه السادات. مظبوط في مدينه السادات قمه الشفافيه. سياده الرئيس بيتكلم جدا جدا وقال انا جاهز اللي هيعارضني واللي هيقول اي حاجه مفيش مشاكل خالص عندي. اهم حاجه في الاخر ايه؟ الوطن. صح الوطن وهذه الدوله تبقى قائمه. صح 100% 100%. وهو ده المنشود وده اللي نفسنا فيه ان نختلف 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 مفيش مشاكل لكن نجتمع على مصلحه الوطن في الاخر. ده مما لا شك فيه ولا خلاف عليه على الاطلاق. اشكرك جدا 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 يا فندم. كل شكر سياده النائب اللي هو طارق نصير وكيل اول لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ والامين العام لحزب حماة الوطن. نستاذنكم نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل في ملف شديد الاهميه. ايه هو؟ التعليم الفني في مصر. ضيفنا العزيز دكتور عمرو بوصيله رئيس الاداره المركزيه للتعليم الفني بوزاره التربيه والتعليم. يا ترى هل ترى عملوا ايه؟ مفاجآت سارة انتظرونا. كنز معرفي وتكنولوجي يحول الآمال إلى واقع ويشبع نهم سوق العمل للكفاءات ويدفع الصناعة المصرية وسوق الخدمات إلى آفاق المنافسة العالمية. إنها المدارس التكنولوجية والتطبيقية التي أعلنت عنها وزارة التعليم وتستعد لقبول الطلبة خلال العام الدراسي المنتظر. تقوم فلسفة المدارس على الشراكة بين رجال الصناعة وبين الدولة من أجل تأهيل خريج قادر على التعامل مع سوق العمل في مصر وخارجها. بدأت التجربة عام 2018 بثلاث مدارس زادت في العام التالي إلى 11 مدرسة ووصل عددها الآن إلى قرابة 40 تنتشر في ربوع مصر كلها. من بين هذه المدارس ما يختص بالتكنولوجيا التطبيقية في صناعات السيارات والأجهزة الكهربية والكابلات، ومنها ما يخص الفندقة والخدمات، وتراعي المعايير العالمية في القبول وطرق التدريس والتأهيل. أهلا بحضراتكم. بصوا بقى دلوقتي احنا طلبنا 10 دقايق زيادة على وقت البرنامج، 5 كده في الجدعانة و5 تانيين انا مايل فيهم على كريم رمزي علشان يبقى ايه كده معانا 10 دقايق زيادة على الميعاد. فانا مش هرغي، احنا عندنا ملف. انا واحد من الناس طول عمري بالمناسبة مقتنع انه ملف التعليم الفني المصري ده لو اتعمل بالمظبوط احنا نحقق قفزات من اللي بيتكلم عليها رئيس الجمهورية. ألمانيا علشان تبقى ألمانيا عملت كده عشان تبقى فاهم. طيب مين اللي مسؤول عن هذا الملف؟ دكتور عمرو بوصيله رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني في تعليم مصر في وزارة التربية والتعليم. منورنا يا فندم. أهلا فندم. إزاي الصحة؟ الحمد لله فندم. إيه اللي بيحصل في التعليم الفني في مصر؟ أنا عمال بشوف مدارس عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده ونمط تاني وشكل تاني وطرق تعليم تانية. حاجة حتىك لسه بتقولي المدارس دي تخرج شبان في بعض الأحوال يشتغل الساعة ب $150. فقلت لك طب أنا عايز أخش المدرسة أنا ساعتي ما تكملش $50 ولا $10 والله. طب حضرتك اسمح لي بقى طالما خدنا 10 دقايق زياده نحكي الحكايه من الاول. هو اصلا ايه الاوبجكتيف بتاع الناس؟ ايه الهدف الرئيسي للناس من وراء تعليم الولاد؟ خلينا نبقى صارحين ونصارح انفسنا بالحقيقه. الحقيقه ان احنا عايزين ولادنا وبناتنا نشوفهم في وضع مادي ومجتمعي جيد. اعتقاد الكل او الغالبيه العامه انه الشهاده هي المسوغ لهذا. لم يعد في سوق العمل لا المصري ولا العالمي ان تكون الشهاده مسوغه لتعيين سيادتك في اي حاجه. المهم حضرتك بتعرف تعمل ايه؟ قدراتك كده كويس؟ قدراتك فدي أول حاجة لازم نؤمن بيها. تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلق
البشر كلهم ولاد وبنات. في الأول ولد في سن صغيرة جدا بيبدأ يتحسس كل حاجة، أول حاجة بيعرفها بقه، بعد كده إيده، أول ما بيكتشف إيده بيبدأ يتلمس الأشياء ويستكشفها. إذا ربنا سبحانه وتعالى حط في معظم البشر مهارات يدوية معينة يجب على حضرتك كولي أمر أن أنت تكتشفها في ابنك أو بنتك، وتعرف إزاي تنميها وتساعده على الإبداع فيها. كويس؟ لو حطينا الجزئين دول على بعض هنعرف أن التعليم الفني في كل دول العالم المتقدم هو النسبة الأكبر من الولاد اللي بيلتحقوا بيه. مظلوم. يعني في ألمانيا 80%، في اليابان 75%، إنجلترا، أمريكا، وهكذا. والنسبة الأكبر فرص التشغيل بالتأكيد، لأنه هم بيكتشفوا أو بيحاولوا يكتشفوا المهارات اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها في أولادهم وبناتهم في سن مبكرة، وبالتالي يعرفوا يوجههم في الحاجة اللي هم بيحبوا. كده كويس. وبالتالي إحنا بدأنا فكرة التطوير التعليم الفني لا داعي للخوض في استراتيجية طويلة من 5 محاور أساسية عشان نطور التعليم الفني، أساسها المشاركة مع القطاع الخاص. حلو. في وضع تصور عن ماهية المهن الموجودة حاليا اللي المفروض تبقى هي دي اللي بنزق فيها الخريجين، وكمان في 15 سنين الجايين هي المهن المستقبلية اللي ممكن تظهر في السوق الحاجة إليها، وبالتالي نوجه ولادنا عنها. الحاجة التانية إزاي نبني مناهج قائمة على حكاية الجدارات اللي هي الحاجات دلوقتي بقت الناس فهمها، عشان القطاع الخاص يشارك في بناء هذه المناهج عشان هو المستفيد الأكبر من الخريجين اللي احنا بنطلع لهم. بعد كده بدأنا نشوف إزاي نقدر نوصل للولاد ده في إن شاء الله في المستقبل القريب هيبقى موجود زي كتالوج يقدر الولد في سن مبكرة جدا في المرحلة الإعدادية يتفرج عليه ويشوف المهنة دي، أو هو شايف نفسه بيحب الحاجة دي. طبعا بالإضافة لمجموعة من الاختبارات اللي الولد بيمر بيها، أو الولد أو البنت كلهم ولادنا بيمر بيها عشان يلتحق بأحد المدارس التكنولوجية التطبيقية. المدارس دي هم دلوقتي 38 مدرسة، احنا بدأنا سنة 2018 ب3 مدارس، النهاردة هم 38 مدرسة، كانوا 2018 الثلاثة واحدة في المنوفية واثنين في القاهرة. النهاردة عندنا 38 مدرسة في 11 محافظة مختلفة في كل تقريبا القطاعات الاقتصادية، لأن احنا يهمنا أن كل محافظة نحط فيها المدارس التكنولوجية الداعمة للنشاط الاقتصادي الأساسي اللي موجود في هذه المحافظة. عشان احنا بنخدم فوق سوق العمل زي ما احنا اتفقنا. فحضرتك عندنا في مجال البترول عندنا حقل زهر، عاملين مدرسة باسم مدرسة زهر للتكنولوجيا التطبيقية اللي حضرتك أشرت عليها في محافظة بورسعيد. عندنا في مجال الزراعة موجود عندنا الصالحية وريادة عندنا ونهر الخير، عندنا في مجال الاي تي عندنا مع اي بي ام، وعندنا مع شركة اتش اس تي، دول في مجال طبعا البرمجيات وفي مجال الذكاء الصناعي. عندنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. أنا عندي مدرسة في مصر، مدرسة فنية في مجال البرمجيات والذكاء الصناعي. عشان هو ده المستقبل اللي جاي. عندنا حضرتك في مجال الحلية والمجوهرات، عندنا في مجال الفندقة، عندنا في مش عايز أنسى حاجة يعني، عندنا في مجالات الاتصالات. كده كويس. فإذا كل المجالات الاقتصادية اللي هي الأكثر جذبا للولاد والبنات هتلاقي حضرتك موجودة عندنا. مجال السيارات مثلا، مجالات اللي احنا عاملين فيها 3-4 مدارس مع شركات مختلفة. الشيء الجيد انه حضرتك بتلاقي انه البنات موجودين في 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 ميكانيكا السيارات ومتميزات في هذا المجال، واخبار حضرتك. فاحنا يعني المجال مفتوح لكل ولادنا وبناتنا، المهم هو او هي بتحب ايه، هو موهوب في ايه. طيب ده كلام حلو قوي. هيجي بقى سؤال، طبعا انا هروح لفاصل، عايز بعد الفاصل نحاول نفهم طب ايه اللي يفرق ال 38 مدرسه عن بقيه المدارس، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عندي اظن 1000 وشويه مدرسه تعليم فني من بتوع زمان، انا امتى هقدر اعمل الريبليسمنت ده؟ لا ريبليسمنت عمال بقول بطلوا تتكلموا انجليزي في الكلام. امتى اقدر اعمل هذا الاستبدال فتصبح كل مدارسي زي ال 38 مدرسة دول؟ وهقول لكم بالمناسبة المدارس دي بتعلم وتفهم وبتعلم لغات، دي حاجة عظمة يعني.
فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور عمرو بوصيلة. استنونا لو سمحت. سيدات والسادة الكرام، دكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني في وزارة التربية والتعليم هو ضيفنا العزيز داخل الاستوديو النهاردة. احنا هنا بنتكلم على حاجة ما هياش بالمناسبة، المدارس دي مش بفلوس، بس الشاطر بقى اللي يعرف يلتحق فيها واسطة. لا ما فيهاش حلو خالص، هو انت تنفع ولا ما تنفعش؟ فانا نصيحتي خلي ابنك ينفع. هنا بقى هرجع دكتور عمرو ارحب بيك مرة تانية. المدارس دي 38، طيب يا ترى هل ترى انا هعرف امتى اخلي الالف وشوية مدرسة بتوعي بتوع زمان يبقوا زي التمانية وتلاتين، يعني يبقى عندي الف وشوية مدرسة من النوع ده؟ طبعا ده حاجة يعني معتمدة على كذا عامل. القطاع الخاص في المقام الاول هيقدر يفهم ويتفهم الفكرة دي، لانه هو ده يعتمد على مبدأ المكسب المشترك. إنه النهاردة واحد زي العربي مثلا لما يعمل هذه المدرسة، مدرسة الفنون، الله يرحمه يا رب ويمد الصحة لأولاده، أولاده ناس زي الفل، ناس ممتازين في رعاية المدرسة. الناس دي بتعمل كده ليه؟ لأنه هو محتاج يعني خط الإنتاج اللي ساعته بتقف بمئات الألف من الجنيهات اللي بيوقف عامل. فهو النهاردة كل اللي حضرتك بتصرفه في هذا المجال بيعود على حضرتك أضعاف مضاعفة في الإنتاجية بتاعة المصنع. طبعا ندي مثال صغير كل الناس بتفهمه، كل الناس في مصر بتفهم في مجال المقاولات أو يعني العقار بيحبوا يفهموا فيه. الإحصاءات إن في مصر من 20-25% بيبقى خسائر نتيجة عدم كفاءة العامل اللي شغال في المنشأ. طب لو ضربنا مثل بالمشروعات الميجا اللي الدولة المصرية بتعملها، العاصمة الإدارية يقال ان الاستثمارات المبدئيه في مجال الكونستراكشن 600 مليار جنيه. احسب بقى حضرتك 20% منهم كام؟ طب انا عايز نصهم 10% بس، دول يصلحوا لي التعليم كله في مصر مش التعليم الفني بس. لو حضرتك بس صرفت نص الويست اللي حضرتك بيروح منك نتيجه عدم كفاءه العماله اللي موجوده، ده يصلح لك المنظومه كلها. فهو ده إجابة السؤال بتاع حضرتك. وكل قصة أنا لو مستثمر أعمل الحسبة بتاعتي بالظبط، وأنا عايز أعمل الكفاءة والدقة بيكلفني قد إيه؟ طب أنا هحط الفلوس دي في التعليم الفني بالزبط. فهتجيب لي قدها 3-4 مرات 10 مرات بجد؟ طبعا، لأنه زي ما بقول لحضرتك كده نص، هو عشان يصرف، هو هيصرف نص الويست بتاعه في مدرسة هتكفيه العمر كله مش في المشروع ده بس. صح، واخبار حضرتك. فأنا بقول إن إجمالي المشروعات اللي في العاصمة الإدارية بس يصلحوا لي التعليم الفني كله. لأنه إحنا مثلا بنتكلم على التاورز الموجود، هو الفني اللي هيصلح الأسانسير الموجود في التاور ده هو نفسه الفني اللي بيفهم في الأسانسيرات العادية؟ بالتأكيد مختلف. ولا تقنية البنى الجديدة زي بتاعت زمان خالص. وعيب قوي إن إحنا نقول إن في صناعية جايين من بره عشان يبنوا لنا او يعلمونا ازاي نبني. عيب قوي ان احنا بنجيب ناس من الفار ايست، من بنجلاديش وتايلاند وكذا. غير بقى الظواهر الغريبه اللي بنشوفها في المجتمع المصري، الناس اللي بتعمل نظافه في المولات وفي البيوت وغيره من جنسيات غير مصريه. لا، في تخصصات علميه، حاجه اسمها هاوس كيبنج، ازاي نعمل التخصص ده بطريقه علميه وناخد الناس. طيب احنا عندنا مشكله طول عمرنا في حكايه التعليم الفني، في عندنا توجهين من التفكير. توجه اول، لو ما جبتش مجموع كبير في الاعداديه مش هتخش ثانوي عام وكده هتخش فني، وراح ابوه عامل له كده اهو. وفي التوجه الثاني بقى، ده توجه اجتماعي بتاع ايه ده، هو خريج مدرسه فني؟ طب خلينا نرد حضرتك على التوجهين بسرعه جدا. اول حاجه، انا عندي في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه الحد الادنى اصلا 80%. انا عندي اخر ولد جاب على الاقل 80% في الاعداديه مينيمم، وفي بعض المدارس تشترط انه جاب فوق 90% في الساينس وفي الانجليش، العلوم واللغه الانجليزيه كويس. مش كده بس، انا عندي الاخر ولد جايب 277-280، يعني جاب 99%. الله اكبر. وداخل عندي ولد كان في الاي جي ودخل عندي. لا والله، بدل الشهاده البريطاني داخل سابها ودخل ابلاي تكنولوجي سكول.
عندي حاجة تانية مهمة جدا اللي هي ما يسمى بالنظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني اللي سيتم التعليم. أنا حاسس أنه بعد كده هيكمل يخش على MIT كالتك ناوي يعني. هو حضرتك إيلون ماسك بيل جيتس الناس دي أصلا ما كلهم خريجين نفس المنظومة دي. فحضرتك المهم الولد إحنا بننمي فيه كمان ريادة الأعمال. إحنا بنديله المادة دي وبنديله مهارات اتصال عشان يطلع عنده ثقة بنفسه ويقدر هو يعمل المشروع بتاعه. طب إحنا فخورين بابننا. في المنظور الاجتماعي. نيجي بقى على المنظور الاجتماعي اللي حضرتك قلت عليه. في عندنا عشان نجيب يعني بالمناطق ومن الآخر. العقدة بتاعت الشهادة العليا. الدولة عملت الجامعات التكنولوجية الجديدة. ففي سياسة لجمهورية مصر العربية الجمهورية الجديدة متكاملة ما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. اللي بيتخرج من المدارس دي كل المدارس الفنية مش دي بس عنده القدرة ان هو يلتحق بالجامعة التكنولوجية عشان ياخد بكالوريوس تكنولوجي متخصص في مجاله. وبالتالي حالينا القصة بتاعت الجواز دي والعقدة المجتمعية اللي حضرتك بتتكلم عليه كده كويس حلو. فهي خطة متكاملة مقصود بيها ان ولادنا يبدعوا. الولد طول ما هو بيدرس حاجة هو مش حبيبها ومش حاسس بيها عمره ما هيتفوق ولا هيصل للهدف اللي الأب والأم بيدفعوه دفعا من أجل تحقيق لا شيء. هو عاوز يتعلم تقنيات زراعة، عاوز يتعلم تقنيات اتصال، عاوز يتعلم تقنيات بترول، عاوز يتعلم تقنيات بناء وعمارة يعني. بيحبها سيبه هيبدع وهيطلع حاجات حضرتك لا يمكن تتخيل ان دي تطلع من ابنك أو بنتك. فإحنا بنسعى في المدارس دي لبناء كامل لشخصية الولد والبنت. بياخد علوم بياخد سكيلز بياخد علوم وبياخد المهاره اللي هي الصنعه نفسها وبياخد سلوكيات وخبحتك وبنبني له الشخصيه زي ما قلت ان هو بندي له جزء من رياده الاعمال مهارات الاتصال عشان الولد يبقى عنده الطموح ان هو ينمو ويعمل حاجه في خارج الإطار الطبيعي والرتيب الممل للزملاء اللي بيلتحقوا بالنوعيات الأخرى من التعليم. وأنا أظن صحيح لو أنا غلطان ده كده يشتغل جوه وبره. إحنا عندنا اتفاقات أوريدي مع بعض الدول زي ألمانيا وإيطاليا إنه ولادنا اللي هيتفوق هنا وبنعلمهم اللغات وبنعلمهم حاجة عشان نغطي الجاب المجتمعي ما بينه وما بين المجتمعات الأوروبية بالظبط. وعندنا لابد يكون في اعتماد دولي لولادنا اللي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبالتالي الفرصة مفتوحة انه يلتحق بما يسمى جامعات التكنولوجيا بره اللي هي البوليتكنيك. الجامعات دي موجودة اللي هي نظير الجامعات التكنولوجيا المصرية. يبدأ يخش الأول سوق العمل لان كل الناس زي ما حضرتك عارف في العالم الغربي بتعمل كده. الولد بيخلص الثانوي الفني يشتغل وهو بيشتغل بيدرس وبيدرس في مجال يعضد عمله لأنه عايز يبقى الـ CEO بتاع الشركة بتاعته رئيس التنفيذي. فهو النهاردة شغل مجرد فني على خط إنتاج. بكرة يبقى بعد ما يدرس سنتين بيبقى رئيس خط إنتاج. بعد كده يدرس سنتين كمان يبدأ يخش في الإدارة ويعمل ماجستير ويعمل دكتوراه ويبقى المدير العام للمدير التنفيذي. هو ده وارد. هو ده مش وارد ده موجود. احنا عندنا مثال. عندنا واحد من خريج التعليم الفني مدير لفندق 5 ستارز في سويسرا حاليا. فالنماذج الناجحه موجوده دايما بس احنا نشجع اولادنا ونعضد فرصهم في انهم يستغلوا مهاراتهم ربنا سبحانه وتعالى حلها. طيب ال10 دقايق الزياده اللي انا خدتهم خلصوا بس انا ممكن اروح خاطف دقيقه كمان كده وهميل فيها على كريم قبل ما يخش في دقيقه. دكتور النهارده دكتور عمرو بوصيله لو عاوز يتكلم على التعليم الفني في كبسوله واحده 3 4 جمل يشجع بيها الولاد واهاليهم اولا ان هم يدخلوا. بقول لهم انه المستقبل كله ملكك انت. انت اللي بتصنع مستقبلك بنفسك. اولا تخير الحاجه اللي انت بتحبها عشان تقدر تبدع فيها. ثانيا اعرف ان كل الفرص متاحه ليك في مستقبلك. اللي عايز يطلع في الثانويه العامه عشان يخش كليه انت هتخش كليه.
اللي فاكر انه هيعرف يسافر بره، انت فرصتك في السفر بره اعلى، لان سوق العالم الخارجي محتاج النوعيه دي اكتر من نوعيه النظريه. صح. وحضرتك تقدر تسال الناس اللي خدت ماجستير ودكتوراه في دول غربيه كتير جدا ممكن يبقى لهمش فرص عمل وبيرجعوا بشهاداتهم دي عشان يشتغلوا في مصر تاني. لكن المستقبل انت اللي بتصنعه بايدك طبقا لطموحك وقدراتك مش طبقا لحاجه تانية. دكتور نورت وشرفت واسعدتني سعاده غامره بالغه، وده بجد حقيقي يعني، لان انا من اكتر الناس اللي مؤمنين بالفكره دي. اشكرك جدا يا دكتور، نورت وشرفت، ولازم هنتقابل تاني وهنروح ونزور مدارس ونصور عنها تقارير ومره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما الناس تفهم. كل الشكر للدكتور عمرو بوصيله رئيس الاداره المركزيه للتعليم الفني بوزاره التربيه والتعليم. خد مني كلمتين في السريع جدا من غير ما اطول عشان كريم يلحق يدخل. مش لازم كل الناس تبقى مهمومة بأن أنا عايز أتخرج من الجامعة وأعمل ماجستير وأعمل دكتوراه. مولانا بره مفيش طبقية خالص في أي شكل من أشكال كسب لقمة العيش، ده واحد. اتنين، التكنيشن التقني اللي موجود في المصانع بتاعت بره دي بيعاملوه معاملة رئيس حكومة طالما شاطر. خلي بالك التقني ده موجود في مصنع العربيات والطيارات والصواريخ، ومش بالضرورة يكون خريج جامعة ولا حاجة، هو خريج مدرسة تقنية. خلصت الحلقة، ثواني هتلاقي كريم، أنا مميل عليك يا كريم، هتلاقي كريم جاي قاعد هنا هو بقى، ويبدأ في رقم 10 يفصل لنا تفصيلا ماذا يحدث في الأهلي بعد موسيماني، وماذا يحدث في المنتخب بعد إيهاب جلال يعني مثلا. على كل حال نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.